صورة شيكابالا مع مؤمن زكريا كانت بطل المشهد، كانت السوبر الحقيقي. ما تيجوا نبني عليها. بقالنا سنين عايشين في تعصب مبالغ فيه، وبغض النظر عن الأسباب، بس صور مباراة السوبر الحلوة ممكن تكون مدخل مثالي لإنهاء الاحتقان ده. خلونا نتنافس ونتحدى، مش نتخانق ونتعصب. امبارح كسب الأهلي بطولة، كسب مباراة، وأول امبارح كان الزمالك هو البطل. الناس بقى اللي بتسيب الكلام عن الكورة عشان تتخانق أو تكسب جبهات، مالناش دعوة بيهم. استمتع بفريقك وهو كسبان، وادعمه وهو خسران. مش هيفيدك المنافس كسبان أو خسران. يا اهلا بحضراتكم، حلقه جديده من رقم 10. حبيت ابدا الحلقه النهارده بالصوره الحلوه اللي كانت امبارح في مباراه السوبر، الصوره العامه والصوره الخاصه، صوره شيكابالا ومؤمن زكريا. الصوره العامه بشكل عام الامور مشيت بنسبه كبيره جدا بشكل اقرب للمثاليه. الصوره الخاصه صوره شيكابالا ومؤمن زكريا، الصوره الحلوه، الصوره اللي فيها روح حلوه، الصورة اللي فيها المعنى الحقيقي للرياضة والكورة والإنسانية، والسبب اللي احنا بنلعب بسببه رياضة، حاجات وتفاصيل مهمة أكبر بكتير من الخلاف. الصورة بتاعت شيكابالا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، الصور دي صور مهمة. هتقول لي لا يا عم كريم، هو أنت مش فاكر شيكابالا عمل إيه؟ هو أنت مش فاكر سيد عبد الحفيظ عمل إيه؟ هو مش عارف مؤمن لما كان بيلعب ربنا يا رب يشفيه ويحميه؟ تقعد تخش في حتت بعيده قوي. يا عم احنا اولاد النهارده، يا سيدنا احنا اولاد النهارده، الناس بتتعامل بروح رياضيه بشكل محترم. ليه تجيب لي من امبارح واول امبارح؟ مع حضرتك نفسك وانت بتتفرج عليا دلوقتي، مش انت نفس الشخص بتاع امبارح. بتاع امبارح ده كان عنده اخطاء وعنده حاجات كان فيها مثلا تجاوزات وعنده مشاكل وعنده عدم حكمة في تقدير الأمور أو التعامل مع الأمور. أنت نفسك كده وأنا كده، كلنا امبارح غير النهاردة. لما بقى النهاردة كويس، لما بقى النهاردة بقدم صورة كويسة، ما تجيش تقولي طب أنت فاكر من 10 سنين أنت عملت إيه؟ يا راجل ما هو أنت من 10 سنين زيك زي، من 10 سنين لو دورت على أخطائك هلاقيها بالجملة. ومن 10 سنين لما انت بتقعد مع نفسك تقول هو انا من 10 سنين عملت كده ليه؟ ده انا كنت غلطان جدا، ما كانش ينفع اعمل الكلام ده. فالصوره حلوه، الصوره حلوه. في ناس بقى تاخد الصوره الحلوه دي يقول لك لا تعالى هنا بقى، انت ما شفتش شيكابالا عمل ايه؟ عمل وما يصحش انه يعمل. حلو كده، ما يصحش انه يعمل. بس وانا بقول لك ما يصحش انه يعمل، انه يتجاوز ضد حد، يتجاوز ضد لاعب، لازم اقول لك انه في أي حتة في العالم، في أي حتة في العالم في المناوشات دي بتحصل. وأديك دليل، كم مرة شفت راموس وميسي بيتخانقوا مع بعض لما كانوا الاتنين بيلعبوا في ريال مدريد وبرشلونة؟ كم مرة؟ كم مرة شفت توخيل وكلوب في الدوري الإنجليزي بيتخانقوا بالإيد؟ كم مرة شفت بيب جوارديولا ومورينيو وتصريحات هنا وهناك وخناقات في الملعب؟ كم مرة؟ ده على سبيل الحصر يعني. كم مرة؟ كتير. ده بيحصل فين؟ في أهم دوريات في العالم. هتقول لي يعني هو اللي عمله شيكابالا صح؟ لا برضو مش صح،
لو تجاوز ضد لاعب، لو الحكم كتب في تقرير ان هو تجاوز اللاعب مش هيبقى صح، مش هينفع نقول على الفعل الخاطئ انه فعل صحيح. بس طب ما تيجي ناخد الصوره الحلوه، ناخد الصوره الحلوه اهم. لو الراجل غلط فعلا والحكم او المراقب كتب في تقريره دوت يتعاقب وخلاص، ياخد مباراه اتنين يتغرم، اللي يحصل يحصل. لو الحكم او المراقب ما كتبش في تقريره وشاف انه ده كان مناوشات عاديه برضه، اللي يحصل يحصل. ناخد بس الصوره الكويسه، ناخد الصوره الحلوه. ليه بقى؟ ليه بقول لك كده؟ عشان هنفضل طول الوقت طول الوقت في الكوره، في الكوره تحديدا، هي لعبه إثارة وحماس وعصبية ونرفزة في أرض الملعب في 90 دقيقة. وهديك الدليل البسيط قوي الصغير قوي. لما حضرتك بتروح تأجر ملعب أنت وصحابك 5 على 5، أنت بتتخانق مع الخمسة اللي قدامك، أنت بتتخانق مع زمايلك، ده إيه؟ أثناء الماتش، أثناء الساعة اللي أنت مأجرها. بعد كده بتروحوا مع بعض، بتتعشوا مع بعض، تشربوا حاجة مع بعض، وبتروحوا تناموا. تتخيل؟ وإيه بقى؟ أنت لا عندك ضغوط جماهيرية، ولا عندك ضغوط مستقبلك هيبقى رايح فين، لو أنت جبت الجول ولا ما جبتش الجول، مستواك حلو ولا مش مستواك حلو، هتبطل كرة ولا هتكمل كرة، أنت بتلعب هاوي يعني بتنبسط. ورغم كده بتتخانق، بتزعل، بتتنرفز، ممكن تتجاوز ضد اللي قدامك. ليه؟ عشان دي لعبة تنافسية، وفي لحظة الضغط ممكن تغلط. المهم إن الخطأ ده لا يتخطى ال 90 دقيقة. طيب، بالنسبة للاعيبة الكورة هو حرفيا ما بيتخطاش ال 90 دقيقة. احنا بقى المتابعين جماهير وبعض الإعلاميين أحيانا بنكبر الموضوع ونبالغ ونكبره ونتعامل معاه وكأنها حرب. لا، هما 90 دقيقة وخلصت. شيكابالا غلط النهارده؟ غلط. كهربا كان غلط قبل كده؟ غلط. غلط ونقول إن هو غلط. بالمناسبة وأنا بقول لك على المثال بتاع توخيل وكلوب ومورينيو وجوارديولا، مش بقول لك إن دي أفعال صحيحة وإحنا المفروض نعمل كده. بس بقول لك في نسبة تجاوزات أحيانا بتبقى خارجة عن الإرادة بدون قصد، أي شخص ممكن يعملها وهو في تنافس. أي شخص ممكن يعملها وهو في تنافس. هل هي مبررة؟ لا. هل هي صحيحة؟ لا. أهو بس أنا بحاول أبقى كلامي دقيق جدا عشان ما يتقالش برضه إن كريم بيقول إيه اتخانقوا مع بعض وضربوا بعض وعادي في 90 دقيقة. لا. اللي بيعرف يكونترول على نفسه يتحكم في نفسه ده لاعب أو مدرب مثالي ورائع وده الصح. اللي أحيانا مشاعره أو ما بيستحملش الضغط ده بتحصل، بتحصل، بس المهم تبقى قليلة قوي ونقول عليه غلطان ونعاقبه ونقول له ما تعملش كده تاني. ينفع نعمل كده بس ما نقفرش بقى، ما نجيش بقى في الإعلام نقول إيه أصله شيكابالا ومؤمن زكريا. ما أنت ماشي، ما هو شيكابالا أصل شيكابالا بياخد اللقطة. لقطة إيه يا جماعة؟ يا جماعة عيب. طب وأنت دخلت في النوايا إزاي؟ إزاي تخش في النوايا؟ لعل وعسى، لعل وعسى يعني انه الراجل يعني بص، انا ما عنديش شك ولو 1 في المليون ان شيكابالا كان يعني ايه مخلص النيه في الموقف بتاع مؤمن زكريا، ولا 1 في المليون. بس يا سيدي فرضا هو كان في نواياه اي شيء، انت ايش عرفك؟ ايه اللي خلاك تخش في نواياه؟ انت بتاخد الصوره بس، هو ده اللي ليك. البيع عند ربنا، النوايا دي بتاعت ربنا مش بتاعتك. بلاش الافوره بفكره انك عايز تنتقد او تهاجم او تشتم لاعب او تعمل اللي انت عايز تعمله يخليك في موقف انساني تحوله من موقف جميل نشيد بيه لموقف تقول اصل هو في تمثيل وفي لقطه وفي الكلام ده كله. لا، اصل الكابتن سيد حفيظ هو اللي حط ايده على كتف شيكابالا فكان عايز يعني يتقرب من شيكابالا. طب هو شيكابالا ليه قرب من الكابتن سيد حفيظ؟ هو عايز يتقرب من الكابتن سيد حفيظ ليه؟ ده ليه بتسرحوا بخيالكم في النوايا السيئة؟ ليه؟ ما تاخد الصورة حلوة والباقي عند الله، الله أعلم. نبني على ده يا جماعة عشان خاطر ولادك وولادي لما يكبروا شوية شوية ما يفضلوش طول الوقت عندهم حالة من الكر والعصبية والتعصب في حاجة احنا بنقول لهم انها رياضة ولعبة. ما ينفعش. عندك كلمة طيبة قولها، دي نقطة. النقطة التانية، امبارح جيزالدو فيريرا قال تصريحات كتير من الناس شافوها انها تصريحات في غير محلها، ابرزها طبعا التصريح الشهير اللي هو بيقول ان الجول الثاني بالنسبه لي ما بيتحسبش، الجول الثاني اللي جابه الاهلي في السوبر ما اتحسبش، عشان يعني انا كنت بدافع باتنين لعيبه بس وكنت بهاجم في الوقت ده. تصوري الشخصي، تصوري الشخصي، احنا عندنا حاجه من الاثنين، ترجمه مش دقيقه، او الناحيه الثانيه يعني
ان هو عايز يقول انه الهدف الثاني مش هو، يعني مش هيجي، ما اقدرش اقول ان هو من اخطاء تكتيكيه وفنيه في الملعب. احنا خلاص كنا في اخر الدقيقه فبنحاول نهاجم، فالهدف الثاني انا بعتبره بالنسبه لي مش محسوب، يعني ما اقدرش احاسب بيه لعيبتي. ده تصوري او تحليلي للي قاله. ليه؟ انا اتحدث عن رجل عاقل ورجل مدرب كبير واسم كبير، وبالتالي هو مش هيطالب مثلا الهدف الثاني ده يلغى، اكيد يعني هو فاهم انه مش هيلغى، بس هو بيتكلم معنويا انه الهدف الثاني احنا كنا كده كده بنهاجم وبناخد الريسك، ولو كان قال الثاني والثالث والرابع اللي هم جم في اخر الدقائق خلاص، يعني هو كان عايز يقول ان انا خسرت الماتش كده كده هدف زي اتنين، فالثاني ده ما بيتحسبش بالنسبه لي. ثاني، انا هنا ما اقصدش ادي مبرر لجدال بريرا على تصريحه، هو في ظاهره تصريح غير منطقي وغير مفهوم، بس لما نحلل التصريح بدل الحفلات والقصه والحواديت والكلام ده كله. وبمناسبه جوسفالدو فيريرا، امبارح بعض الناس بدأوا يكتبوا، مش بعض، كل من الناس يكتبوا ويقولوا على فكره جوسفالدو فيريرا مدرب عنيد، مدرب مش ما عندوش مرونه تكتيكيه وفنيه، جوسفالدو فيريرا مش من المدربين اللي هيبقوا يعني هيعرفوا يتعاملوا مع العناصر الجديده في الزمالك. بدأوا يبصوا على اماكن سلبيه للراجل. ده كلام مش مظبوط. جوسفالدو فيريرا واحد من المدربين الكبار في الكره المصريه، واحد من المدربين الكبار جدا، ولازم نتعلم كلنا، نتعلم انا وحضرتك كلنا، يعني انه خساره مباراه هي خساره مباراه. امبارح كولر تفوق طولا وعرضا على جوسفالدو فيريرا، تفوق مارسيل كولر تفوق تماما على جوسفالدو فيريرا، بس دي مباراة تفوق فيها كولر على جوسفالدو فيريرا. هل مثلا لو بيب جوارديولا تفوق مباراة على بيب جوارديولا فهو بالتالي أفضل من بيب جوارديولا في المطلق؟ هل مثلا لو جبنا مدرب مش كبير مثلا تفوق على زين الدين زيدان لما كان موجود في ريال مدريد في الدوري الاسباني فاصبح هو احسن من زين الدين زيدان؟ مارسيل كولر مدرب كبير، جوسفالدو فيريرا مدرب كبير وله بصمات ناجحه جدا مع نادي الزمالك، واخشى ما اخشاه انه يحصل له تعثر في الدوري، يحصل اي نتائج سلبيه ويبدا ينقلب الحال على جوسفالدو فيريرا. اي مدرب في العالم عنده مرحلة من النشوة والانتصارات والبيك بتاع مستواه، وأحيانا بيهبط مستواه. ده بيحصل مع بيب جوارديولا ومع يورجن كلوب. يورجن كلوب عايش مأساة مع ليفربول دلوقتي في الدوري الإنجليزي، النهاردة خسر مباراة بطريقة دراماتيكية قدام ليدز يونايتد. هل يورجن كلوب مثلا كده بقى مدرب فاشل؟ هل مثلا جوزيه مورينيو مدرب مش تاريخي، واحد من أهم المدربين في التاريخ عشان مسيرته في السنوات الأخيرة مش جيدة؟ مباراة يا جماعة، مباراة، حتى لو بطولة مباراة. ده جوسفالدو فيريرا اللي أنا كنت عايز أديله حقه. اللي هديله حقه بقى كمان دلوقتي قوي هو مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، وهديله حقه برسائل مهمة جدا قالها اللاعب النادي الأهلي بعد التتويج بكأس السوبر. الرسائل دي اللي هقراها لقدام حضراتكم دلوقتي فيها بين السطور الكثير هتحدث عنها، ولكن بعد ما أقرأ لكم هو قال ايه للاعيب النادي الاهلي بعد التتويج بكاس السوبر. تعالوا نشوف. مارسيل كولر عقب التتويج بكاس السوبر ابلغ اللاعبين في الامارات بوجود مران في ملعب التتش بعد الوصول مباشره الى مصر لضيق الوقت قبل مواجهه الداخليه في الدوري، وهو ما حدث بالفعل، حيث تدرب الفريق بعد وقت قليل من وصوله وتم الاحتفال باللاعبين في النادي من جانب الاعضاء. يعني الاهلي وصل من الامارات راح على التتش على طول يتدرب. أول حاجة التزام. قبل بداية المران حرص كولر على عقد جلسة سريعة مع اللاعبين استمرت ما بين 10 إلى 15 دقيقة، تحدث فيها المدرب عن مواجهة السوبر والتتويج بالكأس أمام الزمالك، وكان حديث المدرب في أكثر من اتجاه. قال لهم إيه؟ تعالوا نشوف. وجه المدرب السويسري الشكر للاعبين على الأداء في السوبر والالتزام بتنفيذ التعليمات الفنية، لكنه وجه لهم عتاب بسيط لعدم تنفيذ بعض التعليمات التي تم الاتفاق عليها قبل المباراة، وقال لهم نصا: هناك تعليمات لم تنفذ تسببت في بعض المشكلات على مرمانا، وأيضا هناك تعليمات لو كان الفريق نفذها لكانت النتيجة أكثر من هدفين لصالحنا. يعني شايف، أنت كسبان السوبر وكسبان الزمالك 2-0
وعلى الورق الزمالك ربما اجهز من الاهلي قبل مباراه السوبر، ورغم كده بيلوم على اللاعبين. قال كولر ايضا للاعبين ما قدمتوه في السوبر مقبول، خصوصا وان المباراه في بدايه الموسم وان تبدا العام ببطوله على حساب منافس كبير هو امر جيد للغايه، لكن ما زال المشوار امامنا طويل لتحقيق الاهداف التي نسعى لها. ايضا اكد المدرب السويسري للاعبين انه سعيد للغايه بعدم شعور اي منهم بالضيق بعد القرار الذي ابلغهم به في الامارات بخوض مران على ملعب التتش فور الوصول الى القاهره، وقال نصا مبسوط اني ما شفتش حد مكشر ولا حد زعلان بعد ما قلت في تمرين. حلو حلو. وانا عايز اقول لك حاجه بس هقولها لك، يعني هقولها لك بعد ما خلصت، تخص لاعبي النادي الاهلي وعلاقتهم بكولر. طالب كولر لاعبي النادي الاهلي باغلاق ملف مباراه السوبر وايقاف اي احتفالات والتركيز في مواجهه الداخليه المقبله بالدوري، حيث اكد ان الداخليه فريق جيد للغايه ولا بد من التركيز امامه لمواصله المشوار في الدوري بنجاح. ختم المدرب حديثه مع لاعبي الاهلي قائلا اي لاعب فاكر انه خارج حساباتي هو غلطان، انا بقول لكل اللاعبين ركزوا واجتهدوا وخليكم جاهزين للفرصه في اي وقت عشان لما الفرصه تيجي تقدر تنفذ المطلوب. طيب كولر ولاعبي النادي الاهلي العلاقه بينهم علاقه رائعه، انا تحدثت مع اكثر من لاعب في النادي الاهلي، هما بيتكلموا في حاجتين مهمين، انه الراجل معنويا بيتعامل معاهم بشكل جيد جدا، واللاعب المستبعد بيتم التعامل معاه بشكل افضل كمان من اللاعب اللي موجود اساسي في تشكيله الفريق. وتاني حاجه ودي نقطه مهمه جدا، بيقولوا ان هو شخصيته قويه جدا، ما بيهزرش يعني مش ما بيضحكش، لا ما بيهزرش، يعني ايه ملتزم جدا، ملتزم وعايز التزام من كل اللاعبين. والنقطتين دول هم اول طريق نجاح اي مدرب او اي فريق. فالراجل حتى هذه اللحظه بيدي اشارات انه مدرب ربما ينجح كثيرا مع النادي الاهلي. ليه قلت ربما؟ ليه ما قلتش هينجح كثيرا مع النادي الاهلي رغم انه مشواره بادئ ببطوله اهو؟ عشان مره اخرى تسرع خاطئ. هو الراجل عمال يدي امارات انه مدرب كبير وهيعمل شغل عظيم مع النادي الاهلي، امارات، مجرد امارات. عشان نقول ان هو مدرب ناجح ولا مدرب جيد مع النادي الاهلي محتاج مشوار، مشوار في الدوري، مشوار في الكاس، مشوار في البطوله الافريقيه، مشوار عشان نبدا نقيم ونقول ان الراجل ده اشتغل كويس. بس ايه الامارات؟ الامارات مثلا انه محمود متولي ما كانش بيلعب مع النادي الاهلي، اصبح من نجوم الاهلي. فده مدرب بيشوف وعارف قدرات اللاعبين او عارف قدرات اللاعبين بسرعه جدا. كريم فؤاد السنه اللي فاتت سواء مع موسيماني اللي ما كانش بيشاركه كتير اصلا او مع سواريش اللي كان بيشاركه في ظروف صعبه جدا ما كانش بيظهر بالمستوى ده، لدرجه انه الناس كانت بتقول انه كريم فؤاد صفقه غير ناجحه للاهلي. دلوقتي بقى مؤثر جدا حتى لو شارك لبعض الفترات القليله في الشوط الثاني دايما كورقه رابحه لمارسيل كولر. بقيت تشوف شكل منظم للاهلي، بقيت تشوف ضغط عالي جيد للنادي الاهلي، بقيت تشوف تكتيك رائع جدا في كل الكرات الثابته سواء ضربات ركنيه او ضربات حره مباشره او غير مباشره. امارات دفاع النادي الاهلي في المباريات اللي خاضها كلها مارسيل كولر مع النادي الاهلي ما دخلش فيه ولا هدف ولا هدف، فظبط الدفاع. ففي امارات، كل ده بقوله امارات ليه؟ عشان الله اعلم بالغيب، ما يجيش حد يقول لك الحق ده كريم كان قال ان مارسيل كولر مدرب عظيم وهيكسر الدنيا، الله اعلم لسه. بس اقدر اقول بعد سنه ان هو مدرب كبير وناجح وندافع عنه كمان، زي ما كنت لسه عامل من لحظات مع جوزالدو فيريرا. ليه؟ راجل كسبان دوري وكسبان كاس، عمل من الزمالك فريق يعني ما كانش الفريق كان عنده نقص كتير في الصفوف، وعمل فريق رائع جدا الموسم الماضي. خلاص ده غير بقى انه 2014 2015 الهيستوري بتاعه يعني التاريخ بتاعه في نجاح برده مع نادي الزمالك. فخلاص ده عرفنا ان هو ناجح ومدرب كبير. مارسيل كولر يعني ايه؟ بنتحسس خطواته. خلينا نشوف الايام اللي جايه هيبقى فيها ايه ان شاء الله. النهارده المصري البورسعيدي بيحقق اول فوز ليه في الدوري المصري الممتاز على فريق انبي، هدفين لهدف اول لمروان حمدي في الدقيقه 73، تعالوا نشوف الاهداف. وايضا الجزائري عبد الرحيم دغموم سجل الهدف الثاني في الدقيقه 90 بصناعه ايضا مروان حمدي، هدف اول لمروان حمدي وصناعه لمروان حمدي، ومروان حمدي بالمناسبه كان افضل لاعب في هذه المواجهه. الاهداف اهي، الاهداف من حضراتكم، اسيست من احمد الشيخ الاول
لمروان حمدي سجل ببراعة شديدة جدا جدا. بحب انا المهاجم اللي بيعرف يمد رجله ده، بيعرف يمد رجله وبيعرف يمد، يعني زي هالاند. ليفاندوفسكي النهارده جاب جون مد رجل كده برضه قدام فالنسيا في الدقيقة 94، كانوا الفريقين متعادلين 0-0 برشلونة وفالنسيا، ليفاندوفسكي سجل هدف الفوز وهو بيمد رجله كده. صعبة جدا على فكرة، ليه؟ أنت بتمد رجلك وبتحاول توجه كمان، فصعبة جدا مش سهلة، بعض الناس ممكن تشوفها سهلة. الهدف الثاني بقى حلو قوي، دغموم اللاعب الجزائري انطلق انطلاقة عظيمة جدا وصوب بقدم اليسرى في الضيقة مفيش بعد كده. هدف حلو قوي صناعة مروان حمدي، مش كده مروان حمدي خد أفضل لاعب في هذه المباراة. قلت لكم أنا من كام يوم إن المصري يصبروا عليه، أي فرقة بيدربها إيهاب جلال لازم تصبر عليها. أول مبارتين ثلاثة مش هتلاقيهم كويسين، أي فرقة بيدربها إيهاب جلال أول مبارتين ثلاثة مش هتلاقيهم كويسين. بعد كده خلاص هو بيحفظ بيشرب اللعيبة طريقته وأسلوبه. هتشوفوا المصري بعد المباراة دي حاجة تانية، خليكوا فاكرين حاجة تانية. طبعا مش هنقدر نستحمل يعني في المنتخب. كابتن إيهاب جلال تجربته مع المنتخب القصيرة يعني رغم إنه كان ممكن مستقبلا يعمل حاجة بس ما تقدرش تاخد الريسك أكتر من اللي حصل يعني مع المنتخب وقتها. بس هو مدرب كبير ومدرب محترم ومدرب رائع جدا ومدرب من المدربين اللي أنا بحترمهم جدا ودايما بشوفه من أفضل المدربين يمكن اللي جم في مصر وفي الكرة المصرية. حظه زي ما قلت لكم كان وحش مع المنتخب ولكن مع المصري. وقلت الكلام دوت أنا فاكر من كام يوم في مداخلة مع الكابتن حمد إبراهيم إنه أي فرقة بيدربها الكابتن إيهاب جلال وجهازه الفني لازم تصبر على أول مبارتين ثلاثة، وقد كان. والمصري النهارده حقق فوز غالي جدا على إنبي بهدفين دون رد. الكابتن الكبير كابتن حمد إبراهيم المدرب العام للمصري البورسعيدي، يا كابتن حمد مليون مبروك، تحياتي لحضرتك. حبيبي يا كيمو ربنا يخليك. أخبار حضرتك؟ وحشني جدا وربنا يبارك فيك يا كيمو، متشكر جدا. دايما وحشني والله يا كابتن حمد. حبيبي زي ما قلت كده المصري أو مش المصري أي فرقة يدربها كابتن إيهاب جلال وجهازه الفني لازم تصبر عليها. النتائج يمكن في أول مباراتين ما كانوش أو كانوا خارج التوقعات، النهارده أداء جيد جدا المصري في مجمل المباراة حتى لو الفوز تأخر شوية، ولكن في مجمل المباراة كان هو الطرف الأفضل. والله يا كريم يعني الحمد لله رب العالمين، بحمد ربنا الأول بس ببارك للعيبة النهارده، ببارك لمجلس الإدارة وجماهير بورسعيد، وإن شاء الله يا رب يكون اللي جاي يكون أحسن إن شاء الله أداء ونتيجة إن شاء الله. يعني بقول بس هو أول مباراة هي السيراميكا اللي هي يعني إحنا نفسنا كجهاز ما كناش مبسوطين من المباراة نفسها، وده مش تقليل من سيراميكا، ده سيراميكا فرقة كبيرة وعندهم لعيبة كبار وكابتن أحمد فاني شغال بشكل مميز جدا معاهم، فده ما كان خارج التوقعات بالنسبة لنا. ماتش بيراميدز الثاني طبعا كانت سيطرة كاملة لينا واستحواذ كبير وضاعت عدد من الفرص كبير جدا، لعيبة عملت مباراة كبيرة واحنا لما طلعنا قلنا للعيبة طبعا يعني حتى كابتن هادي اتكلم معاهم قال لهم لو 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 انت اخترت قبل المباراة تعمل مباراة وحشة وتكسب ولا نعمل مباراة زي مباراة بيراميدز كنت هتقول ان انا لا نكسب الثلاثة بونت يعني. صحيح. لكن انا بقول ان الاداء نفسه كريم ما هو ده اللي فيه تطور، هو ده اللي بيدي ثقه للعيبه. هيظل ان احنا في بعض المباريات اللي احنا نخسر فيها بنات لكن لازم هتعوضها بمكاسب كتير ورا بعض. فانا بقول الحمد لله اداء بيراميدز هو اللي جاب النهارده مباراه جيده جدا بالنسبه لنا، واللعيبه ادت شغل كويس جدا والحمد لله رب العالمين ان احنا قدرنا نطلع بالمباراه بثلاثه بونت. كان مهمين جدا من فرقه كبيره ومدرب كبير زي كوشر الحمد لله. عظمه جدا. دغموم من اللعيبه المميزه جدا يعني النهارده سجل هدف رائع جدا، كنت اخترتوه بشكل رائع يا كابتن حمد. هل انتوا الجهاز الفني هو اللي اختاره ولا كان جه قبل ما تنضموا للجهاز؟ لا هما ما احنا كل اللعيبه جت قبل ما نبقى موجودين لان احنا جايين متاخرين شويه، فكان مجلس الاداره عمل بعض التعاقدات مع كل يعني حتى كل اللعيبه جت قبل ما احنا نوصل واشتغلنا معاهم. فهيظل ان اللعيبه الجداد يا كريم برضو لازم هياخدوا وقت طبعا الانسجام يحصل مع بعض مع اللعيبه القدام، لكن الحمد لله عندنا لعيبه يعني معقوله جدا وتقدر تعتمد عليهم في الحته ديت، عندهم شخصيه في الملعب من عند بقى مروان، من عند دغموم، من عند حسين السيد، من عند والياس معاهم فريد، يعني كل المجموعه ودبش ورا الناس الجداد كلها
مع الناس اللي قدام، يعني ان شاء الله يعملوا حاله كويسه وان شاء الله يقدروا يشتغلوا بشكل مميز يا كريم ان شاء الله. لكن ما انت عارف برضه في الكلام انا يعني دغموم لعيب كويس جدا، بس انا مش هقدر اخص لعيب لوحده. لكن انا بقول الفرقه انا ليه يا كابتن حمد، انا ليه يا كابتن حمد خصيته هو تحديدا عشان هو بالنسبه لنا وجه جديد في الكره المصريه، ولكن باقي اللاعبين احنا عارفين مروان وعارفين احمد الشيخ وعارفين كل دول نجوم رائعه وهايله. انا بس كلمتك على دغموم تحديدا عشان هو بالنسبه لنا وجه جديد في الكره المصريه، يبدو انه موهبه كبيره كويس ولاعيب مميز. لكن انا بقول ان زمايله معاه عاملين حاله معاه، فهو لكن هو كلاعب لعيب كويس جدا عنده امكانيات كويسه، بيقدر يتحرك بالكره بشكل كويس، بيقدر ياخد بعض الاماكن بشكل كويس. فدي حاجات كتيره ما بتلاقيهاش في لعيبه، لكن هو بيكمل الفرقه بتاعتنا، بيكمل المجموعه، فان شاء الله يمشوا بس بشكل كويس الفتره اللي جايه. كريم احمد الشيخ معاكم هيرجع نسخه مصر المقصه؟ يا رب يا رب. احمد الشيخ لعيب من اللعيبه المهمه ولعيب مميز جدا. رجوعه للحاله بتاعته الطبيعيه ده مكسب للفرقه ومكسب ليه هو. فيا رب ان شاء الله يقدر يشتغل، لانه يعني انا بقول خساره موهبه زي احمد الشيخ بقاله سنتين ثلاثه بياخد بعض اجزاء المباريات، فديت برضو يعني دي حاجه تزعل بيني وبينك يا كريم. لكن هو مع الكابتن ايهاب بياخد ثقه، بيبقى عنده من الدوافع ان هو يشتغل بشكل مميز مع الكابتن ايهاب. فيا رب ان شاء الله باذن الله يقدر ويرجع للمكان، لانه هيفيدنا ويفيد نفسه. بالتاكيد بالتاكيد. كابتن كبير كابتن حمد ابراهيم المدرب العام بنادي المصري بورسعيد، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله، شخصيه محترمه جدا، جهاز فني محترم جدا. انا راجل بصراحه يعني دايما متحيز للكابتن ايهاب جلال، بحب انا الراجل اللي بيشتغل وعنده كوره وعنده اسلوب وعنده طريقه وعنده شغل فني. في بعض الناس تقول لك اصله ما بيشتغلش مع انديه جماهيريه ما يقدرش يشتغل تحت ضغط وخلافه، انا اختلف مع هذا الامر، لانه اشتغل قبل كده مع المصري بشكل ناجح، اشتغل مع الاسماعيلي بشكل ناجح، فهو راجل بيقدر يشتغل برده مع جماهير. حظه زي ما قلت لك كان وحش مع الزمالك، كان حظه وحش مع المنتخب، بس هو في المجمل مدرب كبير مفيش خلاف. غزل المحله النهارده فاز على اسوان 1-0، هدف لاحمد الشيخ في الدقيقه 90. احمد الشيخ النهارده خلص على اسوان، خلص عليه، خلص عليه ليه؟ انه اسوان المباراه الثالثه على التوالي بيخسر، المباراه الاولى خسر قدام الاتحاد في اللحظه الاخيره، خسر بعد كده قدام النادي الاهلي ودي نتيجه منطقيه وطبيعيه، خسر النهارده في اخر دقيقه. ليه بقى بقول لك خلص عليه؟ عشان اسوان كان الطرف الافضل، كان اللي بيهاجم اكتر، كان اللي هو اللي مسيطر اكتر على المباراه، كان هو اللي ضاغط اكتر. احمد الشيخ على فكره الهدف الثالث في ثلاث مباريات متالق جدا مع غزل المحله، هدف قاتل جدا جدا جدا. وعشان كده بعد المباراه اسوان اعلن رحيل الكابتن ربيع ياسين عن تدريب الفريق، المدير الفني للفريق رحل بالتراضي عن الفريق، وايضا رحل هيثم عرابي المدير الرياضي للفريق. بص بقى، لما مشي ربيع ياسين ولما مشي هيثم عرابي بدات الناس تتحدث عن انه الصفقات اللي عملها اسوان كانت صفقات بين قوسين كده مضروبه، وانه الكابتن ربيع ياسين ممكن يدرب في الدرجه الثانيه لكن ما يدربش في الدوري الممتاز. كل واحد بقى ايه دايما في الظروف اللي زي دي يقدر يقول اللي هو عايزه. بس هقول لك حاجه، عشان انا بصراحه الصدفه قادتني ان انا اشوف الثلاث مباريات بتوع اسوان. يعني عاده احنا بنتفرج على عدد كبير من مباريات الدوري، بس في مباريات ممكن تقع مننا بطبيعه الحال يعني. بس انا اتفرجت على الثلاث مباريات بتوع اسوان، اتفرجت على الاتحاد واتفرجت على الاهلي واتفرجت على مباراه النهارده قدام غزل المحله. بصراحه شديده، لا اسوان بيواجهوا سوء حظ بصراحه. قدام الاهلي لو تفتكروا عمل مباراه محترمه قدام الاهلي، قدام الاتحاد عمل مباراه محترمه جدا وخسر في الدقائق الاخيره برضه، النهارده هو الطرف الافضل في كل شيء من غزل المحله وخسر المباراه. احيانا يا جماعه وانا ببلغ او يعني بقول رايي للساده ادارات الانديه، لازم تحط في اعتبارك وانت بتقيم ما تبصش بس على النتيجه، بص هل الفريق قدم مباريات جيده ولا لا، هل الفريق في تصاعد ولا لا، هل الفريق واجهه سوء حظ ممكن يتحول بعد كده لحظ جيد ولا لا. انا مش بتكلم على قصه كابتن ربيع ياسين او هيثم عرابي او تجربه اسوان تحديدا، انا بتكلم بشكل عام، بلاش التقييم يبقى بالنتائج. ما حضرتك دلوقتي لما هتمشي مدرب كان يبدو انه عارف يكون فرقه كويسه، يبدو انه عارف يكون فرقه كويسة. انا بقول يبدو ليه؟ الله اعلم برضو بالغيب كان هيبقى فيه ايه، بس المنظر في الثلاث مباريات بيقول ان اسوان ما كانش فريق مهلهل، ما كانش فريق سيء، ما كانش فريق بيعمل كوارث فنيه، ما كانش فيه ده، اكيد في نواقص وكان ينفع تكتمل. انا بقول الكلام ده ليه؟
انت ما بتعرفش المدرب اللي جاي او اللي انت هتختاره، ما ربما مش هو اللي اختار اللعيبه، مش هو اللي جاب اللعيبه ديت، فيقول لك والله انا اللعيبه دي ما اخترتهاش، فانا مش عارف اتعامل معاهم، طريقه لعبي مختلفه عن اللعيبه اللي موجوده وخلافه. كمل شويه، ثلاث مباريات قليل قوي يا جماعه، قوي ثلاث مباريات لاي فريق في العالم قليله قوي، خاصه لما يبقى فيهم يعني مثلا مباراه الاهلي اسوان خسرها، احنا بنتكلم على الورق وخسرها عمليا خلاص، دي الاهلي مفهوم يعني. المباراه الاولى الاتحاد، اسمه تاريخ ومتمرس في الدوري واسم كبير، فبرضه ممكن نقول عادي رغم ان اسوان في المباراه دي كان جيد، بس برضه نقول عادي. النهارده هي المباراه اللي ممكن نقول لا اسوان كان المفروض ياخد فيها الثلاث نقاط قدام غزل المحله، ممكن نقول ان المنافسه، وان كان غزل المحله عامل موسم حتى الان رائع جدا، دي افضل بدايه لغزل المحله، سبع نقاط في ثلاث مباريات مع بابا فاسيليو عامل اداء رائع جدا، بس ممكن نقول انه الرؤوس قريبه من بعض، رؤوس متساويه شويه، فاسوان ممكن يكسب، وده اللي عمله اسوان النهارده ولعب مباراه كبيره قدام غزل المحله. في سوء حظ، في سوء حظ، لو الكره بتاعت ابونا اللي في مباراه الاهلي دخلت، لو كورتين في مباراه الاتحاد لاسوان دخلوا، لو النهارده ثلاث اربع كرات لاسوان دخلوا النهارده في غزل المحله، كنت هتقول بقى لا دي اسوان عمل صفقات رائعه والمدير الفني كبير ورائع، وكان فين الكابتن ربيع من زمان في الدوري. شوف حظ، شويه حظ، شويه حظ بيغيروا مصيرك لكده يا كده، يا تبقى بره يا تبقى اعظم حاجه في الدنيا. عشان كده الحظ ده الجماهير هي اللي تتكلم عنه، لكن الادارات تتحدث عن اسلوب وطريقه شغل وتعامل. ده رايي، ده رايي على كل الانديه بقى، عشان فكره ان كل ثلاث ماتشات هنغير مدربين ده خلصنا، احنا في 2022 داخلين على 2023، الكلام ده كان يحصل في الستينات، ما حصلش دلوقتي. المفروض ان احنا اكثر درايه وعلما بالامور. ده بالنسبه لنادي اسوان اللي اعلن ايضا انه بصدد تعيين جهاز فني جديد خلال الايام القليله المقبله. طيب ده بالنسبه لاسوان. نكمل مع حضراتكم اخبارنا. حاله من الاستياء سادت اتحاد الكره المصري اتجاه مين بقى؟ اتجاه الانجليزي مارك كلاتنبرج رئيس لجنه الحكام. ده ليه؟ عشان الراجل بياخد اجازات كتير، بيسافر كتير، بيسافر اليونان كتير، وزي ما عرفنا ان هو عنده استوديو تحليلي في كاس العالم، هيسافر برضه ليه. جمال علام رئيس اتحاد الكره انتقد في جلسه خاصه جمعته بكلاتنبرج اجازاته الكثيره في الوقت اللي الحكام المصريين محتاجين كلاتنبرج طول الوقت. في خلاف في المجلس وكلاتنبرج على تشكيل لجنه الحكام بسبب اعتراضه على بعض الاسماء، وده اللي عمل ازمه كمان في عدم الاعلان عن تشكيل اللجنه حتى هذه اللحظه، رغم انطلاق الدوري ورغم حاله الاستياء من كلاتنبرج، الا ان المجلس حتى هذه اللحظه لا يفكر في اقالته او رحيله. شفت الخبر ده؟ من خمس ايام كان اتحاد الكوره منزل بيان يدعم فيه كلاتنبرج. اتحاد الكوره يدعم كلاتنبرج، صح؟ لو انت متابع بقى تفتكر انا قلت لك ايه؟ اول ما تشوف كلمه دعم تجديد الثقه تعرف على طول كده وانت مغمض ان في مشكله، وان اللي بيدعم ده او اللي بيتم تجديد الثقه فيه ده غالبا كده بتبقى ايامه الاخيره. هتقولي يعني كلاتنبرج هيمشي؟ كلاتنبرج لو مشي هيتقال في الاعلام انه كلاتنبرج هو اللي عايز يمشي، مش اتحاد الكره اللي مشاه. اتحاد الكره لن يطيح بكلاتنبرج، بس من الاخر كده هنفضل نزق فيك لحد ما ترحل بمزاجك. طيب هل ده معناه انه الراجل مثلا اجازاته الكتيره دي مقبوله؟ لا. هل ده معناه انه ينفع يسيبنا في وقت مهم زي كاس العالم واحنا هنلعب مباريات ويبقى بيحلل؟ لا. بس لو الامور دي اصلا ما كانتش على الترابيزه من واحنا بنتفاوض، يبقى احنا اللي عندنا الخطا، يبقى احنا اللي عندنا الخطا مش هو. هو عامه قال ان هو هيفضل شغال في اليونان واحنا مضينا معاه على هذا الاساس، ما اعرفش قال على موضوع كاس العالم ده ولا لا، ما اعرفش اتكلم على اجازاته ولا لا، ما اعرفش الدور اللي محطوط له ولا لا. لو الحاجات دي كلها كنا احنا متفقين عليها ورجعنا في كلامنا انه لا احنا حسينا بقى كده الاجازات كترت شويه، يبقى انت اللي عندك مشكله. انا بتكلم على اتحاد الكوره. لو ما فيش اتفاق عليه يبقى هو اللي عنده مشكله، هو برضه مش هنطلعه هو طول الوقت ملاك، يعني هو اعظم حاجه في الدنيا. انا شخصيا يعني بسبورت جدا وبدعم جدا التجربه دي، ونفسي تنجح ولازم تنجح ولازم نساعد كلنا انها تنجح، بس برضه لو هو مش ملتزم يبقى بلاش، يعني نشوف حد تاني ملتزم حتى لو اجنبي.
لو مش ملتزم، بس لو ملتزم واحنا اللي بنزقه لبره يبقى احنا اللي عندنا مشكله. خلينا نشوف الايام الجايه هتقول ايه. سامعين اسم كلاتنبرج بدا يتردد كتير، بدأ متردد كتير كده تعرف ان في قلق، تعرف ان في لخبطه جوه يعني. طيب نروح لنادي الزمالك. ومصدر داخل النادي الزمالك اكد لرقم 10 ان البرتغالي جوزفالدو فيريرا استقر على استبعاد زكريا الوردي من تشكيل الزمالك في الفترة القادمة، ومنح عمرو السيسي فرصته الكاملة في الفترة القادمة، خاصة بعد المستوى المتراجع اللي ظهر في الوردي في المباريات الأخيرة، مش بس مباراة الأهلي وأيضا ما قبل مباراة الأهلي. بمناسبة زكريا الوردي، أنا مش مع الناس اللي رايحة قوي إنه زكريا الوردي ده صفقة فاشلة، بس أنا مع الناس اللي تقول إنه زكريا الوردي لسه ما قدمش الأمارات، لسه ما قدمش ان هو لاعب عظيم او لاعب جيد او صفقه ناجحه لنادي الزمالك. بس لاعب صغير في السن، لاعب ما بيلعبش في الظروف المثاليه، اللي في ظهره غايب اللي هو الونش، قدامه بيبقى فيه لخبطه في التشكيل وطريقه اللعب اللي بيعملها فيريرا، فممكن اللخبطه والحاجات اللي بيعملها فيريرا في الفتره الاخيره دي في التشكيل وفي الطريقه تاثر على لاعب او تاثر على لاعبين اخرين. الفرقه تستقر، الفرقه تبقى ماشيه بشكل منظم زي السنه اللي فاتت، ساعتها نبدا نقيم لاعب لاعب. عشان كده انا مش مستعجل على تقييم زكريا الوردي، زي ما انا مش مستعجل بالمناسبه على تقييم برونو سافيو لاعب النادي الاهلي اللي انا شايفه مدي بوادر جيده جدا، بس برضه مش هقدر اقول ان هو صفقه ناجحه، بس مدي بوادر امارات برضه ان هو لاعب جيد. امير مرتضى منصور المشرف على الكره بنادي الزمالك نقل رساله خاصه لجوزفالدو فيريرا من مجلس الاداره بياكد فيها ان هو بيدعم، أو مجلس الإدارة بيدعم فيريرا ومفيش أي مشاكل مع المدرب، بيدعم كمان مجلس الإدارة كل اللاعبين بعد الهزيمة، هزيمة النادي الأهلي اللي ما بتقللش من مجهود كل اللاعبين والجهاز الفني، خاصة إن الفريق ده هو اللي كسب الدوري والكأس الموسم الماضي. ده بالنسبة لنادي الزمالك. النهاردة كان في مباريات كتيرة مهمة في الدوري الإنجليزي الممتاز. الجولة الـ 14 ليستر سيتي خسر من مانشستر سيتي 1-0، هدف رائع جدا لكيفن دي بروين من ضربه ثابته من خارج منطقه الجزاء، مباراه في غياب المصاب هالاند. النهارده دي بروين حتى طلع بعد المباراه قال احنا نقدر نكسب من غير هالاند، طبعا مانشستر سيتي يقدر يكسب من غير هالاند، عنده مجموعه رائعه من اللاعبين ومدير فني كبير هو بيب جوارديولا. توتنهام النهارده مباراه دراماتيكيه جدا، فاز على بورنموث 3-2، ومفاجاه المفاجات في هذا اليوم، او مش مفاجاه قوي يعني قياسا باداء الفرقه دي، يعني برايتون النهارده كسب تشيلسي 4-1، 4-1، بس برايتون عامل موسم رائع جدا بصراحه، موسم رائع جدا. احنا بنتكلم على فريق الاسماء، هو ده ممكن نقول عليه مفاجاه، لكن برايتون عامل موسم رائع. ليدز يونايتد النهارده فاز على ليفربول 2-1، اولا محمد صلاح هو اللي جاب هدف ليفربول، هدف رائع جدا، وكان ليدز هو اللي متقدم بهدف، بعد كده محمد صلاح اتعادل. بعد التعادل بتاع محمد صلاح تحديدا الشوط الثاني، ليفربول بيهاجم طولا وعرضا، فرص ضايعه بالجمله، حارس ليدز كان متألق بشكل مش طبيعي، وتقريبا ليدز ما عندوش ولا فرصه الشوط الثاني. راحوا بكوره في الدقيقه 90 جول، خلصوا على ليدز. حتى كان في صوره لمحمد صلاح وهو مش مصدق نفسه، ان انت كنت قريب جدا، ليفربول كان قريب جدا انه يسجل الهدف الثاني، راح ليدز هو اللي خطف الجول الثاني، ولسه في مشاكل كارثيه كارثيه في خط دفاع ليفربول. بالمناسبه الهدف الثاني لليدز خطأ كده ايه في التمركزات بين فان دايك وجوميز، الخطأ الهدف الاول لليدز كان خطأ كارثي من جوميز وهو بيرجع الكوره لأليسون، رجعها لمهاجم ليدز عشان يسجل الهدف الاول. صلاح النهارده زي ما قلت لكم سجل هدف من الاهداف الحلوه جدا، وصلاح بالمناسبه بقى ثاني هدافين ليفربول على مر التاريخ في الدوري الانجليزي، ثاني هدافين ليفربول على مر التاريخ في الدوري الانجليزي، تخطى اليوم ستيفن جيرارد، و خلاص فاضل له 6 اهداف ما بينه وبين روبي فاولر. في الدوري الاسباني الجوله ال 12 قادش فاز على اتلتيكو مدريد 3-2، وفي اللحظه الاخيره برضو اتلتيكو مدريد بيعاني في الدوري، وطبعا عانى في دوري الابطال اللي خرج منه. برشلونه فاز على فالنسيا 1-0 في الدقيقه 94، هدف رائع جدا لروبرت ليفاندوفسكي اللي كنت لسه بكلمكم عنه. في الدوري الايطالي نابولي فاز على ساسولو 4-0، نابولي السنه دي مانشستر سيتي كل مبارياته 4 و5 و6 كلها كده، نابولي بيعمل اداء مش طبيعي يعني. يوفنتوس فاز على ليتشي 1-0، وانتر فاز على سامبدوريا 3-0. طيب معانا على الهاتف الان
كابتن صابر عيد المدير الرياضي بنادي غزل المحله. كابتن صابر مشرف ومنور، وبهنيك على الفوز النهارده، وبهنيك على اداء غزل المحله منذ بدايه الموسم بشكل عام. شكرا كابتن كريم. شكرا. الاداء النهارده كان جيد. صحيح النهارده اسوان كان بيهاجم اكتر شويه، كان ماسك الكوره اكتر، ولكن غزل المحله تحس انه بقى فريق عملي جدا وفريق ذكي جدا تكتيكيا في الملعب. والحمد لله، يعني احنا يعني مش عايز اقول لحضرتك، احنا النهارده بصراحه احنا كنا مجهدين جدا سفر، لان السفر كان فلق، اللعيبه ما كانتش نامت. ده مش مبرر يعني ان احنا الشوط الاولاني ما كناش كويسين. يعني الشوط الاولاني احنا فعلا كان اسوان افضل. صح. انما الشوط الثاني الحمد لله، يعني احنا بدانا نمسك كوره، بدات لنا يبقى شكل فتحه هجوميه في خطوره وكده. يعني احنا ضيعنا اكثر من اربع اجوان يعني فيهم وان شور يعني. انما الحمد لله، يعني الحمد لله على النتيجه، نحمد ربنا على النتيجه، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونواصل كده يعني ان شاء الله. من الحاجات اللي كانت مفاجاه بالنسبه لي تعاقد غزل المحله مع بابا فاسيليو بصراحه، وقلت انه بابا فاسيليو طريقته واسلوبه وادائه وطريقته التكتيكيه والمسك الكوره والكوره الممتعه، ده مش غزل يعني. غزل المحله فريق اكثر عمليه من كده، ورغم كده احنا شفنا فعلا غزل المحله في الثلاث مباريات اللي لعبهم بيقدم كوره محترمه جدا وكوره ممتعه جدا بمجموعه اللاعبين الموجودين. انا بس عايز اعرف ازاي تم اختيار بابا فاسيليو اصلا كمدير فني للفريق. والله هو اختيار كان كان مجلس الاداره السابق هو اللي اختار المدرب وكده. انما هو الحمد لله رب العالمين، هو الراجل يعني صراحه شغال شغل محترم جدا في خلال الخمس اسابيع اللي هو اشتغل فيهم معانا، يعني هو بقى له خمس اسابيع معانا. احنا الحمد لله اللعيبه بدات يعني الفكر بتاعه بدا يحفظ اللعيبه اسلوب وطريقه لعبه، ودي حاجه بالنسبه لنا يعني. يعني هو حتى فرحان يعني، فرحان باللعيبه ان هم في الوقت القصير ده قدروا ينفذوا اللي هو الفكر بتاعه. صح. وبصراحه الراجل مش عاوز اقول لك شغله واضح جدا، راجل محترم جدا، ديمقراطي في التعامل مع الجهاز الفني. هايل. الجهاز الفني محترم، والمنظومه الحمد لله يعني هو دخل قلوب الناس في المحله سواء لعيبه او جمهور. هايل. مجلس اداره، فالمنظومه لما يبقى في حب وكده ربنا بيكرم يعني في الاخر. طيب. أنا عايز أفكر حضرتك بحاجة، إنه غزل المحلة بداية الموسم الماضي كانت نفس بداية الموسم الحالي، 7 نقاط في أول 3 مباريات. أيوة. والبداية. أيوة. كانت جيدة جدا، وبصراحة أنا كنت متابع غزل المحلة الموسم الماضي بشكل كويس، بعض الإصابات. أيوة. وبعض الغيابات أثرت جدا على مشوار غزل المحلة بعد كده. هل قائمة. أيوة. غزل المحلة الآن تحتمل غيابات؟ تقدر يعني أنا ممكن أفهم إنه أنت بالقوام أو بالتشكيلة الأساسية تأدي مباريات جيدة، لا قدر الله في حالة أي غياب، هل هناك من يعوض أي غيابات في قائمة غزل المحلة، ولا لسه القائمة فيها بعض النقص؟ لا انا هقول لحضرتك حاجه. اتفضل. كان احنا الماتش اللي فات ماتش الاسماعيلي احنا حصل لنا ظرف غير طبيعي يعني. عندنا حوالي 4 أو 5 لعيبه جالوا نازل البند، اللعيبه اللي الاساسيين يعني. والحمد لله يعني انا ما تحسش ان في اختلاف في الاداء او في شكل اللعب، بل بالعكس كانت الفرقه كويسه في ماتش الاسماعيلي. عبد الاحياء كان بره، محمد جابر كان بره، يعني لعيبه مؤثرين جدا يعني. فالحمد لله يعني ما عندنا يعني دي ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله السنه دي مش هتبقى موجوده باذن الله. الحفاظ على عبده يحيى ده صفقه كبيره يعني في حد ذاته يعني. طبعا طبعا. عبده ولد من ولاد النادي. مخلص للنادي، مخلص للكيان، رغم انه جاله عروض، انما الولد بصراحه يعني مش عاوز اقول لحضرتك هو جاله عروض كبيره يعني. لا ما هو كان المعلن واللي معروف يعني وقتها انه كان نادي الزمالك عايز عبده يحيى، هل هو تاثر نفسيا بعدم الانتقال لنادي الزمالك، ولا الامور عدت بالنسبه له؟ لا الامور الحمد لله، هو عبده موجود معانا وكده، والحمد لله واحد من ولادنا يعني، هو عارف يعني قيمه تيشيرت نادي المحله، وهو طبعا مننا من صغر يعني. بس انت اكيد لعبت دور مهم في القصه دي اكيد يعني. والله يعني الحمد لله يعني، عبده مش عاوز اقول لك يعني، هو بالنسبه لنا كلنا هو قيمه كبيره بالنسبه لنا ولعيب كويس. انت قلت له يا كابتن صابر يعني، انت قلت له ايه عشان تقنعه انه مشواره يبقى جيد مع غزل المحله او يكمل مع غزل المحله؟ لا والله هو كان جاله يعني عروض، بس كان في عرض يعني مبلغ كبير له. ليه هو؟ ليه هو؟ اللي هو عرض نادي الزمالك. والله لا ما كانش نادي الزمالك. لا غير الزمالك. عرض عرض كبير. ومش عاوز اقول لك يعني اضعاف اللي بياخدوه، رغم كده الحمد لله يعني. هو قنوع، وانا اتكلمت معاه وكده، اللي جاي له ان شاء الله يبقى احسن باذن الله ان شاء الله. احمد الشيخ متالق جدا في الثلاث مباريات، الحمد لله ربنا يوفقه ويكمل على كده ان شاء الله. واحد من اللعيبه المهمه جدا يعني. طبعا طبعا احنا الحمد لله كابتن كريم، اللعيبه كلهم بالنسبه لنا مهمين جدا يعني. صح.
كابتن صابر عيد المدير الرياضي بنادي غزل المحله، بهنيك على الاداء والمستوى في الثلاث مباريات حتى الان في الدوري الممتاز، وبشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. نادي غزل المحله نحبه ونعشقه، نحب نشوفه في افضل حال بكل تاكيد. طيب معنا عبر الهاتف الان استاذ ايهاب منصور، عضو مجلس اداره والمشرف على الكره بنادي اسوان. يا فندم صباح الخير، مشرف ومنور. صباح النور كابتن كريم، اخبار حضرتك ايه؟ كله بخير الحمد لله. اخبار حضرتك ايه؟ انا كنت بتكلم من شويه ان اسوان في الثلاث مباريات رغم النتائج السلبيه، رغم الخساره في الثلاث مباريات، بس احنا ما شفناش فريق مهلهل، ما شفناش فريق فنيا عنده مشاكل ضخمه وكبيره، فتفاجئنا بعض الشيء النهارده برحيل الكابتن ربيع ياسين. طبعا انا اولا قبل ما اتكلم انا بشكر الكابتن ربيع ياسين، كابتن هيثم مرابي، تعبوا معانا من فتره الاعداد وتكوين الفريق، وعملنا فرقه يعني من لعيبه كبار في الدوري الممتاز. طبعا النتائج دي توفيق من عند ربنا، انا مش عايز اقول يعني كابتن ربيع عمل اللي عليه وزياده، والنتيجه دي طبعا دي حاجه بتاعت ربنا يعني. طيب ما هو يعني تاني اللي بيعمل عليه وزياده، وان انت كمجلس اداره شايفه ان هو عامل اللي عليه وزياده، في زي ما حضرتك قلت توفيق بتاع ربنا، التوفيق ده ممكن يتغير بعد كده. انا افهم انه مدرب ممكن يمشي لو انت فعلا شفت ان هو عنده تقصير في بعض الامور، عنده مشاكل فنيه، صح؟ بالظبط. لماذا رحلك كابتن ربيع ياسين؟ لا كابتن ربيع هو اللي قدم الاعتذار، هو يعني هو اللي طلب. طبعا لا 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 كابتن ربيع ما حدش مشى. هو تقريبا يعني احنا بعد المباراه عملنا اجتماع مجلس اداره، عرفنا ان كابتن ربيع يعني اجتمع باللعيبه بعد المباراه وقال لهم ان انا بتمنى لكم يعني فرصه ثانيه مع مدرب ثاني وفيه كذا وكذا. فالكلام طبعا يعني هز المجلس شويه كده، فاتصلنا بالكابتن ربيع وجبناه عندنا في النادي في المجلس. كابتن ربيع طبعا يعني احنا انت راجل تعبت مع الفرقه وانت اللي عملت وانت اللي كذا وكده. هو قال يعني انا مش هقدر اكمل لان برضك ظروف الفرقه، ممكن انا تعبت وعملت واشتغلت وعملت كل حاجه. ولكن ده التوفيق بتاع ربنا يعني، فانا يعني انا مش موفق يعني، فاهم ازاي؟ جايز ممكن حد غيري يعني ممكن هو اللي بقى موفق يعني. يعني النهارده انا عملت فرقه كويسه فيها لعيبه كويسه، اي مدرب النهارده هتعرض عليه اسوان هيتشرف ان هو هيجي ويرحب قبل ان هو يجي اسوان. صحيح. فانا شايف يعني الحظ مش معايا يعني، معلش يعني انا عملت واحنا شايفين يعني الراجل تعب وعمل اللي عليه وكان تفكيره ازاي وفتره كان عصبي ازاي من كتر التفكير وبيرجع تاني يعني، احنا شفنا الضغط بتاعه الضغط النفسي يعني، احنا نفسنا كان بيصعب علينا كابتن ربيع، كنا بنروح له على طول دايما ونقعد معاه ونقول له يعني ايه ده وحكي الدنيا هتمشي، لان الراجل كان ماخد الموضوع على اعصابه جامد يعني، وشفنا التعب اللي هو والشغل اللي هو عمله. صحيح. لكن هو طبعا دي رغبته سواء هو او الكابتن هيثم عرابي طبعا. طيب ليه بقى هيثم عرابي مشي؟ انا افهم ان كابتن ربيع ياسين مشي عشان هو غير موفق، لكن هيثم عرابي مدير رياضي هو اللي كان شريك او مكون لهذا الفريق مع كابتن ربيع كضم لاعبين، ليه هيثم عرابي مشي؟ وانا سمعت له تصريحات ان هو كان نفسه يكمل التجربه دي. لا هو طبعا هو كابتن هيثم نفسه يكمل التجربه. بس هو قال انا يعني شايف برضك يعني حظي زي كابتن ربيع يعني، انا شايف برضك ان انا بدات يعني ايه يعني اوصل لمرحله يعني هو بدا يحكي ده يعني طول ما هو قاعد حاسس ان مش هيحصل فيه فوز، مش هيحصل يعني، هو الراجل يعني عايز يبرأ يعني نفسه من الموضوع يعني، عايز بيقول يعني مش عايز اقول لنا يعني ايه يعني، لا انا حاسس يعني ان انا معاكم الفرقه مش هتفوز يعني، فاهم ازاي؟ لكن هو الراجل عمل كل ما في وسعه يعني، الراجل يعني ليه طبعا شكر كبير لان احنا شفنا تعب وشفنا كان مجهوده وكان بيعمل ايه مع اللعيبه وعشان يجيب اللعيبه ويعني لا كمان ده يعني شكر خاص للكابتن هيثم عرابي الصراحه يعني. مين المدرب البديل يا فندم؟ مين الاسماء؟ لا والله لسه، والله لغايه دلوقتي ما فيش حد، في عرض، في واحد واثنين وثلاثه وممكن خمسه يعني. لكن في مجلس الاداره ولجنه الكوره لسه بنفاضل يعني مين فيهم يعني، كلهم طبعا هم مدربين كويسين. هيبقى من الاسماء؟ كلهم مدربين اسماء. هيبقى من الاسماء اللي ضربت اسوان قبل كده؟
ممكن ممكن كابتن عماد النحاس. لا لا ما فيش اسماء والله لغايه دلوقتي. يعني فاهم ازاي بس يعني انتوا مايلين لاسم يكون من المدربين اللي اشتغلوا مع اسوان قبل كده؟ لا هو انت هو مش اسم مميز لاسوان، انت عايز واحد يكون عارف ظروفه. معلش احنا برضه ظروفنا الماديه بتمنعك انك انت يعني يكون عندك وسع في الاختيار. فاهم. فدي دايما انت بتدور على اللي هو هيقدر يتكيف معاك، او هو اللي حاسس بظروفك، او هو اللي عاوز يعني عايز يجي اسوان عشان يعمل حاجه يعني لاسوان، او يعمل حاجه لنفسه او الكلام ده. لكن حكايه الماديه دي هي دي اللي مأخرانا، الماده هي اللي مأخرانا شويه. مفهوم. طيب استاذ ايهاب منصور عضو مجلس اداره نادي اسوان والمشرف العام على الكره، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله وكل هذه التوضيحات. بالمناسبه الكابتن عماد النحاس هو الاقرب يعني او الاسماء او من اقرب الاسماء المرشحه لتدريب نادي اسوان الفتره اللي جايه، عشان كده سالته هل هو من الاسماء اللي دربت اسوان قبل كده، فابتسم وضحك عشان هو الكابتن عماد فعلا الاقرب. وان كان طبعا هو المح لفكره انه تعرفين كابتن عماد النحاس يعني دلوقتي من الناس اللي مرتباتها كبيره في الدوري المصري، فهل هو بقى يتنازل عن جزء من مرتبه عشان يقدر يدرب اسوان ولا لا؟ دي مفاوضات اكيد شغاله دلوقتي بين نادي اسوان وكابتن عماد النحاس. لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل. كابتننا الكبير كابتن طارق سليمان مدرب حراس مرمى نادي المقاولون العرب، محللنا لحراس المرمى هنا في رقم 10، اتكلمنا امبارح على حراس الاهلي والزمالك محمد الشناوي ومحمد عواد ادائهم كان عامل ازاي، هيكلمنا كمان عن مباريات اليوم في الدوري وحراس الفرق الاربعه ايه اللي حصل النهارده، مين اجاد ومين اللي كان مش جيد خالص، في كام واحد كده بس سيب الكابتن طارق هو اللي يقول عليهم بعد هذا الفاصل. خليكم معنا. بداية رائعة لم يكن يحلم بها السويسري مارسيل كولر مع النادي الأهلي، خصوصاً وأنه تولى القيادة الفنية للفريق الأحمر منذ أقل من شهر ونصف الشهر. المدرب السويسري الذي ابتعد عن التدريب لفترة تخطت العامين اكتشف نفسه من جديد داخل القلعة الحمراء بعد النجاحات السريعة التي حققها في بداية ولايته مع أبناء الجزيرة. كولر رغم أن الحكم عليه الآن ربما يكون مبكراً للغاية، لكن ما قدمه مع الفريق الأحمر في البطولات التي يشارك فيها الفريق دفع الجماهير الحمراء للتفاؤل بشأن عودة النادي لمنصات التتويج من جديد بعد تراجعه في الموسم الأخير. المدرب السويسري مع الأهلي منذ وصوله ملعب التتش قاد الفريق في 5 مباريات رسمية بواقع مواجهتي ذهاب وإياب دور 32 بدوري أبطال إفريقيا أمام الاتحاد المنستيري، وحقق فيهما الفوز والجولتين الأولى والثانية بالدوري أمام الإسماعيلي وأسوان وفاز بهما أيضاً، بجانب مواجهة كأس السوبر أمام الزمالك والتي توج فيها كولر بأول ألقابه مع الأهلي. وخلال هذه المباريات سجل الأهلي 8 أهداف ولم تستقبل شباكه أي هدف، وهو ما يدل على القوة الدفاعية للفريق الأحمر، وذلك بفضل الثنائية التي صنعها السويسري والمكونة من محمود متولي ومحمد عبد المنعم. وبخلاف النتائج الجيدة لكولر مع الأهلي، نجح المدرب في إعادة الروح القتالية للاعبين مرة أخرى، وهو ما ظهر في الأداء داخل وخارج الملعب، بجانب إعادة اكتشاف المدافع محمود متولي الذي يمكن القول إنه ولد من جديد مع المدرب السويسري. مارسيل أمامه تحديات كثيرة مع المارد الأحمر، فالجماهير لن ترضى بخسارة الدوري لموسم ثالث على التوالي، كما أنها تأمل في استعادة لقب دوري أبطال إفريقيا والعودة لكأس العالم للأندية مرة أخرى. فهل تكون البداية الجيدة للمدرب السويسري والتي بدأها ببطولة و5 انتصارات دفعة قوية لتحقيق طموحات جماهير الأهلي؟
الأهلي بدأ مسيرته مع المدير الفني السويسري مارسيل كولر بأفضل طريقة ممكنة بعد ما قدر يحقق السوبر المصري على حساب غريمه التقليدي نادي الزمالك في ماتش بيكون ليه دايماً طابع خاص، وخصوصاً لما بيكون على بطولة بتكون بطولة خاصة جداً. كولر قدر بعد 5 ماتشات بس يحقق أول بطولة ليه مع النادي الأهلي ويبدأ مسيرة الألقاب سريعاً، وزي ما بنقول كده يدخل قلوب الأهلوية من الباب الواسع جداً بحصد بطولة وكمان على حساب غريمه الزمالك، عشان يأكد الكعب العالي لمدرب الأهلي الجديد في ماتشات القمة ضد الزمالك على بطولة السوبر تحديداً. وبالنظر لتاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في السوبر المصري، هنلاقي الأهلي لاعب غريمه التقليدي في 5 مرات بمدرب جديد وقدر فيهم كلهم يحقق البطولة. البداية كانت في سنة 2003 لما قدر الأهلي تحت قيادة فنية جديدة مع توني أوليفيرا يفوز على الزمالك في السوبر المصري بضربات الجزاء بعد ما الماتش انتهى بالتعادل السلبي. في 2014 لعب النادي الأهلي لتاني مرة مع مدرب جديد هو أخوان كارلوس جاريدو وقصاد الزمالك في السوبر المصري، وفاز المارد الأحمر للمرة التانية بضربات الجزاء برضو بعد ما التعادل السلبي حسم 90 دقيقة. وجات المرة الثالثة في 2015 وأكدت تفوق مدرب الأهلي الجديد على الزمالك في السوبر المصري بعد ما واجه عبد العزيز عبد الشافي المدرب المؤقت وقتها نظيره البرتغالي جوزفالدو فيريرا، وقدر يفوز عليه ب3-2 علشان يكرس عقدة المدرب الجديد في مواجهة السوبر ضد غريمه التقليدي. وفي 2019 جه ريني فايلر للأهلي وواجه الزمالك في السوبر المصري في ظروف كانت مشابهة جداً لمارسيل كولر، وقدر يكمل تفوق المدرب الجديد على الفارس الأبيض تاريخياً في السوبر وفاز ب3-2 علشان يكون المدرب الجديد دايماً وش الخير على الأهلي في قمة السوبر. 5 ماتشات لعبهم الأهلي بمدرب جديد في السوبر المصري ضد الزمالك قدر يفوز فيهم كلهم علشان يكون دايماً وجود وجه جديد على مقاعد البدلاء الحمر، فالخير على الأهلي وجماهيره في السوبر. يا أهلا بحضراتكم مرة أخرى، يشرفني وينورني في هذه الفقرة بمناسبة فوز النادي الأهلي بالسوبر. معانا واحد واخد 4 سوبر مصر، الكابتن الكبير كابتن طارق سليمان مدرب حراس مرمى نادي المكون العرب. يا كابتن طارق مشرف ومنور. ربنا يكرمك يا كابتن كريم، سعيد ان انا موجود معاك طبعا القناه الاولى وطبعا اقول لك الف مبروك. الله يبارك فيك. الحمد لله والله يعني انا توقعت الفوز من قبل المباراه بكام يوم كده، يعني بنتكلم مع بعض احنا مع الجهاز طبعا مقاولين وكده. ليه توقعت الفوز؟ بص، السيناريو ده انا شفته 2015 نفس السيناريو، كنت انا موجود مع النادي الاهلي خسرنا دوري وكاس، وكان عندنا بعدها باسبوع سوبر في الامارات. حتى كان وقتها كان في تغيير في الجهاز الفني ومسك كابتن زيزو بالظبط اسبوع، صحيح. كابتن عزيز عبد الشافي، صحيح. وسافرنا الامارات واحنا كنا مضغوطين قوي يعني كمان بقى الزمالك ياخد كمان السوبر، فبالنسبه لنا 3 بطولات في وقت قليل، فكانت بالنسبه لنا صعبه قوي. وكمان الزمالك هناك في الامارات في استاد هزاع في اول 10 دقايق كده جاله سجل هدف، صحيح. فبقيت 1-0، صحيح. وبيجي له كمان بعدها بشويه ضربه جزاء، ضربه جزاء يعني تتسجل تبقى 2-0، صحيح. تبقى النتيجه يعني الموضوع هيبقى صعب علينا، بيضيعها كهربا يصدها شيف اكرامي. بعدها احنا بنتعادل وبعدها بنجيب جول، عبد الله السعيد سجل 2 ضربات جزاء بعد كده، طبعا ربنا يشفيه يا رب ويعافيه. مؤمن زكريا كان موجود امبارح، في سعدت جدا لما شفته طبعا. هو طبعا جاب جون في المباراه ديت لو حضرتك فاكر طبعا، وعبد الله السعيد جاب 2، فكسبنا المباراه 3-2. ومن هنا انا ايه قلت ان يعني انا حاسس مشابهه جدا والظروف المشابهه دي بتتكرر يعني، صح. ايه يعني بشكل كبير جدا بتلاقي النتيجه بتتكرر يعني اللي هو مدير فني جديد للنادي الاهلي زي كابتن زيزو، نفس الاستاد اللي هو هزاع ونفس المدرب، نفس المدرب للزمالك اللي هو الزمالك في ده، فتحسين ان ظروف واحده، والزمالك خد دوري وكاس برضو. الاهلي كان مضغوط جدا امبارح يعني انا شفت فرحه الجهاز الفني بالهدف الثاني اكتر من الاولاني. ليه؟ الهدف الثاني اكدت اكد الكاس خلاص، اكد ان الاهلي كسب خلاص. الهدف الاول فيه فرحه طبعا، بس فرحه ولسه المباراه لها وقت طويل وممكن الزمالك يرجع للمباراه ثاني والمباراه لسه في الملعب، صح. انما الهدف الثاني فرحه، شفنا الجهاز الفني بالكامل يعني راح للجمهور وراح الناحيه الثانيه، ف
فبان قوي ان الفرحه دي خلاص بتاكد ان الاهلي اتضمن. طيب قبل ما اخش على حراس المرمى عايز اسالك الاول انطباعاتك على مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي. بص انا ما بحبش سواء يعني بالسلب او الايجاب بشكل في الوقت القليل ده يعني في وقت قليل. مش سالتك انطباعاتك طبعا مبدئيا كده مدرب شكله كده مدرب هادي مدرب شكله كده يعني من النوعيه اللي يعني اختياراته اللعيبه في التشكيل تبين تقول ان المدرب ده يعني لما يجي يلعب باثنين سيرد باكين. لماذا جابوا لك السوبر بتاع 2015 دي مشاهد من السوبر بتاع 2015 دي ضربه الجزاء طبعا اللي صدها شريف فرقت معانا جدا كانت تبقى النتيجه 2-0 بعدها طبعا احنا تعادلنا وكسبنا فكان نفس الاجواء ونفس السيناريو ده زي ما اقول لحضرتك اتكرر تاني. وده عبد الله سعيد طبعا كان واقف للزمالك احمد الشناوي وقتها. عبد الله سجل هدفين من ضربتين جزاء. سجل هدف حلو قوي. فطبعا المباراه كانت حلوه قوي ومباراه كانت جميله بقى يعني احداث المباراه طبعا المباراه دي لو حضرتك فاكر كان رمضان صبحي واقف على الكوره. عمل لنا مشاكل فيعني المباراه كانت ماشيه بشكل كويس وعمل شويه توتر كده انما الحمد لله يعني الامور يعني هديت والمباراه خلصت على خير. طيب بالمناسبه قبل ما نخش على الهواء كنت بتقول لي على تصريحات فيريرا اللي هو ما قال انه الهدف الثاني ما يتحسبش انت كان ليك راي في هذا الامر؟ في ناس كتير قوي يعني بتطلع ايه يعني بتتكلم وما اعرفش بقى الناس دي فاهمه الناس دي بتقول اي كلام الناس دي يعني اي كلام في أي يعني هو موضوع الهدف ما يتحسبش ان الهدف يعني في يعني في حاجه خطا او في مشكله او في مشكله تحكيميه او لا هو الموضوع ان الراجل بيقول انا عملت ريسك في الاخر في اخر المباراه والريسك ده عشان اتعادل صح والريسك ده بيبقى انت طبعا بتتحمل الريسك اللي انت بتعمله ممكن يجي فيك هدف ممكن يجي اثنين فاقول النتيجه 1-0 بالنسبه لي فانا لو ما سجلتش هدف مع واحد زي اثنين زي ثلاثه فمن هنا هو بيقول ان الهدف ما يتحسبش ان انا خسرت 2-0 من النادي الاهلي هو بيقول انا عملت الريسك والوقت خلاص بيخلص وكده فمحتاج ان انا اعمل ريسك والزمالك في بدايه الشوط الثاني يعني جاله بعض الهجمات كان ممكن يسجل منها انما في مجمل المباراه طبعا في المجمل الاهلي تحس ان رغبه الاهلي اكتر صح تنظيم الاهلي اكتر صح يعني الاهلي جات له فرص برضو يعني كان ممكن يسجل فيها اسهل شويه من الزمالك مظبوط الزمالك ممكن يعني كلها حاجات من خارج ال 18 زي كره زيزو الفاول اللي حطها زي زيزو اللي حطها جت في يعني فوق العارضه حكت في العارضه كده من فوق وخرجت زي الـ في كره ثانيه لزيزو اللي حطها ببطن رجله كده تعب بالعرض وحطها فدي تقريبا دي الفرص تعالى اللي تعالى نشوف الحالات الحالات عشان تقيم كمان اداء الشناوي امبارح ومحمد عواد نبدا بالحالات مع الكابتن طارق سليمان حراس مرمى السوبر كابتن محمد شناوي كابتن محمد عواد احنا معانا طبعا يعني احنا في المباراه دي جبنا الحالات للعواد الاول يا ريت ترجع تاني بقى جلال عشان نتكلم على الحلقه دي مهمه قوي بس هاتلي ايوه برافو عليك امشي بقى كمان كده واول ما يحط الباص اقف من هنا اقف هنا كده يا كابتن كريم الراجل عمرو السوليه هيشوط ولا هيحط باص بين بين السيرد باكين او بين الباك والسيرد باك هيعمل كده طبعا هيحطها بين هيحط بين السيرد باكين مش كده هيحط باص طيب لازم عواد يبقى متقدم شويه ما ينفعش يبقى واقف تحت قوي كده ده لازم يبقى على السته ليه عشان الباص لما يجي طويل يبقى هو اقرب من المهاجم لازم يبقى اقرب من احمد من احمد تفصيله مهمه جدا طبعا ما يبقاش تحت قوي كده باين قوي عواد ان الراجل هنا هيحط الباص بين السربكين بتوع نادي الزمالك وفي مسافه واسعه جدا بينهم الاثنين والراجل قطع خلاص احمد عبد القادر قطع بين السربكين وعمرو السوليه بيحط الباص لازم انا اتقدم واعمل الميل هنا يا كابتن كريم عشان لو بقى انفراد اعمل الميل هنا ناحيه القائم الايسر ليه الباص مش هتحط غير في الحته دي صح فانا اعمل ميل هنا شويه واطلع لقدام شويه يبقى انا اقرب من المهاجم انت هنا دخلت ما لحقتش الكوره اللي لحقها المهاجم وبالتالي انت ايه طبعا تصرفت تصرف ممتاز ان انت ما حطيتش رجلك ولا ايدك طبعا ما فيش فيها ضربه جزاء خالص طبعا. اتصرفت كويس يا عواد بس من الاول انت متمركزك في مشكله ما عملتش الترحيل هنا كان لازم يبقى مرحل ناحيه الشمال شويه ايوه يعني لو الكوره كانت ابطا من كده شويه كانت هتبقى جول للاهلي كانت ممكن تبقى جول لا بص يعني الراجل ارجع 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 يا جلال ارجع تاني ارجع كمان ارجع ساعه الباص وعمرو السوليه بيحط الباص انا لسه عايز اوريك حاجه اقف بقى كده وبيحط بص احمد بدر جري منين جري من بره 18 بكام يارده يا كابتن كريم كتير بحوالي مثلا 4 يارده خد بالك بقى وعواد شوفوا بقى الاثنين هيحصل تلامس فين
يعني عبد القادر جري مسافه مش اقل من مثلا من 12 يارده وعواد ما جريش اكتر من 4 يعني يارده. هو ما قبلوش من بدري، لازم لو هو مرحل ناحيه القائم الايسر هنا وطالع على الستة يارده كان هيتعامل بره السته كان هيمسكها من بدري قوي، مرتاح جدا. فطبعا كل التاخير ده كله ان عواد طبعا واقف تحت قوي، واقف فين؟ مش مرحل. هايل. امشي بقى كمان كده، بص احمد بدر خد الكره، خد الكره فين كده؟ بص كده، بص كده، امشي كمان، امشي امشي امشي، خدها جوه الستة. يعني معناها ان عواد اتاخر جدا 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 في الخروج من المرمى، واقف تحت قوي. نشوف اللي بعده، اللي بعدها تقريبا احنا هنشوف تقريبا هي طبعا مفيش فيها ضربه جزاء يعني. دي طبعا كره دخل بها جوه 18 لاعب نادي الاهلي، وعواد متمركز كويس جدا جدا، واقف على القائم ما راحش بعيد وعمل الدوران، والراجل بيحطها كان متمركز كويس. يعني طبعا لو جت في الجول كان هيتعامل معاها، انما طبعا لو صعبه ممكن تبقى هدف يعني، انما هو متمركز كويس والراجل بيعمل الكره بالعرض. يعني هو عمل دوره كويس. طبعا. بغض النظر بقى الكره راحت فين. بالظبط. تمام، نشوف اللي بعدها. دي القعده. دي القعده بتاعتها. بص تمركز، واقف على القائم يا كابتن كريم. واقف على القائم، ما ينفعش اخرج اكتر من كده. والراجل بيحطها حطها لتحت. مش ما اقدرش اخدها بالعرض. عمل الدوران وتمركز كويس قوي، وبعدين اتحطت فوق طبعا، صعبه جدا. يعني حتى لو جت هدف كانت هتبقى صعبه. وعمل تراي كمان على الكوره حتى وهي بره. طبعا. الكوره عامل بند في الارض وعلي. صحيح. نشوف اللي بعده. ده الهدف. نقف بقى. ارجع تاني. بص ارجع تاني شويه. طبعا في حصل خطا طبعا من التمرير هنا، عواد متقدم بره السته والكره فين؟ مع نادي الزمالك. تمام، مفيش مشكله. ماشي، كره مع نادي الزمالك، فمفيش مشكله ان انا ابقى ممكن ابقى على خط السته او بره خط السته بيرضى. مفهوم. طب هنا حصل مشكله. امشي بقى كمان، امشي يا جلال كده. النادي الزمالك كره، كل ده مع نادي الزمالك. هنا الباص اتحط خطا. هنا بقى اول ما تيجي الكره لسافيو اقف. بص هنا، اقف بقى هنا. بس كان لازم اول ما الكره اتحطت الباص لسافيو وعواد استشعر بان الكره هتبقى مع النادي الاهلي. لازم هنا عواد ياخد له 3 4 خطوات لتحت لورا. لازم يرجع الجون بتاعه. ما ينفعش يا كابتن كريم يبقى الراجل في المسافه دي كده وعواد بره السته. يعني طيب بالشرح اللي حضرتك شرحته من شويه، هو مش ممكن يكون في دماغه انه برونو هينفرد دلوقتي فانا اقرب منه؟ لا يا كابتن، لما يبقى ينفرد هو الراجل ما انفردش. اما يبقى يعدي لاعب نادي الزمالك. طيب انا سيبني اجادل شويه. اتفضل. لو هو راوغ مثلا على الشمال، تمام، هنقل في 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 اللقطه الواسعه يا جماعه لو سمحتوا، اللقطه الاولى. اللقطه الاولى لما لو كان اهو، لو راوغ بقى وكمل على طول. خد بالك عواد واقف في المكان ده من اول ما استلم سافيو من بره. مفهوم. ومشي بيها. كان لازم يرجع. كان لازم ولما يعني. ولما سافيو يرقص ويبقى مواجه، ابدا انا اتعامل معاه. طولت منه خلاص، لو طولت منه اقدر اعمل بلوك على الراجل واخدها منه، ما خدتهاش خلاص، يبقى انا بلعب على 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 ده اسمه حاله ثانيه. انما عواد عنده مشكله كبيره جدا في التمركز بتاعه. هو خد بالك، هو كان واقف هنا والكره مع نادي الزمالك، كان لازم عواد لو رجع 3 4 خطوات لتحت الكره دي كان يتعامل معاها. الحاجه الثانيه بقى كمان يا كابتن كريم، اتفضل. عواد ساقط لتحت قوي. يعني حتى التراي اللي خده رجله لتحت. ما هو ليه؟ لا، ساقط بوسطه وفتح رجليه بزياده. حتى لما خد التراي، خد التراي لفين؟ بص الكره فوق. بص عمل الطعن، بص عمل الطعن من بعيد قوي. فطبعا ايه الكره، هو قصر نفسه لما جه خد عمل التيك اوف بتاعه، عمله لتحت. فطبعا الكره انا شايفها مش صعبه، هي اتصعبت على عواد عشان عواد عامل حاجتين. تمركزه طبعا طالع بره الستة يارده، وده يبقى خطا كبير جدا. الحاجه الثانيه انه لما جه عمل التراي، عمل التراي لتحت، لانه نازل بوسطه وفاتح رجليه بزياده قوي. يعني عواد شريك في هذا الهدف مع زكريا الوردي. طبعا. مفيش كلام. يعني عواد انا اقدر يعني طبعا انا زي ما قلت لك، اول ما الكوره استشعر الخطر ان الكوره اتحطت حطت باص لسافيو لاعب النادي الاهلي، كان لازم عواد في التوقيت ده يبدا يسحب نفسه لورا 3 4 ياردات. طيب. كان يبقى مالك المرمى اكتر من كده. بص هنا بقى، ارجع تاني يا جلال. بص الراجل بيستلم هنا تقريبا كان من نفس المكان، قريبه جدا. ارجع بيحطها في. بص عواد فين؟ خلاص تعال معاها سهله. عشان هو على الخط. طبعا قريب من الخط المرمى، طبعا ممكن يبقى متقدم يارده. يارده واحده بس. بسيطه. انما ما بقاش انا متقدم بره السته، هنا مالك المرمى سهله بالنسبه له. دي يعني هي مشابهه، دي واحده ثانيه برضه متمركز كويس جدا. طبعا الكره يعني اتحطت ضعيفه او جت في لعيب نادي الزمالك، فطلع عواد خدها بشكل سهل. كويس يعني سهل. طبعا. هنا برضه بص هنا بقى. اقف وراجل بيشوط. بص عواد واقف على خط المرمى. ده تحت قوي، تحت بزياده. انا مش عايزك يا عواد تبقى على السته، بس مش عايزك برضو على خط المرمى. ايوه.
يعني مش يعني كده يا كده يعني هو يعني هو انا بقى على السته من المسافه دي ممكن الكره تعمل كرباك تدخل من فوقيه تبقى عندي مشكله انما عواد ما بقاش على خط المرمى كده لازم عواد تبقى على الاقل على 2 يارده تبقى على 3 يارده وده هنشوفه لمحمد الشناوي في بعض اللقطات يعني هايل طبعا كره سهله بس عواد بيلعب بيبدا من تحت قوي طبعا باستثناء الكره ارجع بدي تاني برضو يا جلال ارجع تاني كده كمل اقف بص عواد طالع منين طالع من تحت قوي برضو من بعيد من بعيد جدا وانا لو متقدم 4 يارده هنا والراجل هنا بيعمل الباص وطولت كده ما انا هاخدها هو طبعا خدها عشان الكره طولت قوي بزياده ولاعيب النادي الاهلي بعيد انما انا مش عايز عواد يبقى يعني بزياده قوي بنزل تحت قوي كده بزياده يعني انا مش شايفها مشكله يعني طبعا علي معلول هو اللي كمل في انت حضرتك بتتكلم على تكنيك يعني حتى لو هو شالها في الاخر بس التمركز يبقى التمركز يبقى متقدم شويه يعني ما بقاش تحت قوي كده بالمناسبه رفع الرجل دوت ايه رايك فيه والله بص احنا ممكن نقول انا طبعا كتحكيم مش هقدر يعني ممكن يكون بيحمي نفسه وممكن يعني بس خد بالك اللي كمل علي يعني هو رفع رجله ممكن يقول بيحمي نفسه وبعدين هو لم رجله بعد كده لما علي دخل كمل بص هو بدا يلم رجله يعني ما حطهاش بقى جامد في يعني فما اقدرش اقول ان هي نشوف اللي بعده برضه هو يبقى افضل مني نشوف اللي بعده اهي كمل هنا عواد برضه هو طبعا كان تحت بزياده انما قفل كويس قوي يعني في التوقيت اللي الراجل بيلف عشان يحطها كان عواد عمل بلوك امشي كمان اقف هنا هو بيعمل برضه يا كابتن كريم هنا الراجل هيعمل ايه هيعمل باص بين الايه خلاص فهمتها بين المدافعين لازم تبقى قريب انت تحت يعني الراجل ده لو هيشوط انت متمركز كويس او يارده كمان لقدام يبقى كويس قوي ماشي. الراجل هيعمل باص بين المدافعين طب انت تبدا ليه من تحت قوي كده انت ممكن تعمل ضربه جزاء يعني ممكن تتسبب ان الراجل ياخد يرقصك وانت زي الكره اللي احنا اتكلمنا عليها امشي بقى كمان برضه عواد ما خدهاش انما الراجل هو عامل بلوك كويس الراجل هو بيحطها كان عامل بلوك كويس جدا الثانيه تعامل معاها بشكل كويس بس برضه بادئ من تحت قوي حيل. فانا باخد على عواد انه دايما بيبدا من تحت بزياده قوي يعني ممتاز ناخد اللي بعده هي دي طبعا نفس الحاله وهو قفل كويس قوي انما طبعا الزاويه ضيقه قوي على شريف على محمد شريف دي لقطه عالميه نموذج صعب جدا جدا, جدا 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 كنت عايز الاول ما جبتهاش ما انت كلمتني عليها قبل الهوا دي من احسن في لقطه اقف كده بقى بص الراجل قطع من هنا يا كابتن كريم تمركز عواد رائع بص واخدها من بره السته كره صعبه جدا لو عدت جول 100 على فكره لو عدت جول ممكن عواد ما يتلمش ايوه تمركز ما يتلمش لو ما طلعش عشان تمركز دفاعي خطير لنا بص واخدها منين لا نموذج كره نموذجيه كره هايله من عواد يعني بص الراجل قطع منين لاعب النادي الاهلي ولو عدت ما حدش يلوم عواد ابدا جول هايل بصراحه من احسن التصديات دي طبعا هو كان طالع ياخدها في ظهر بس طبعا ما تنفعش تقع بينك كده عواد بقى وعلى فكره لاعب نادي الاهلي هو اللي حط رجله ورفعها فوق تاني يعني بص هنا وقعت من ايد عواد بص ما ينفعش تقع طبعا انت خدتها من فوق لازم امسك صوابعي تبقى تاكد المسك يعني دي طبعا عواد عمل حاجه كويسه قوي يعني عجبتني ارجع بقى تاني كده بس التصوير الاولاني برضو يا ريت اللقطه الاولى يعني من الراجل بيحط بيعمل الكروس باص هو هنا عمل الكروس باص والراجل بيلعبها بدماغه بقى اقف كمل هي طبعا مش بتاعت عواد ما يطلعش ياخد لانها بعيده بس بص عواد اقف هنا بقى كده بص يا كابتن كريم هنا عواد ما كملش لحد القائم خد خطوه لورا عشان يستنى عشان يستنى الثانيه الثانيه هنا لما اتحطت لعب الراجل ده مش هيجيب جول الراجل ده هيعملها فين بالعرض على الستة يارده كده عواد هنا عمل بلوك كويس قوي تقريبا الكره اتحسبت اوف سايد بس هي مش اوف سايد بس عواد عمل بلوك كويس قوي هتعامل معاه بشكل كويس قوي ممتاز حتى لو جه جول ما اقدرش الوم عواد يعني انما عمل بلوك كويس والراجل بيحط بيتزحلق ويحط رجله كان عامل بلوك كويس جدا يعني طيب فممتاز عواد فيها دي اعاده نفس الكوره دي اعاده ليها انا بالنسبه لي مهم قوي ان انا ما اكملش ما اروحش بقى يعني تبص تلاقيني خرجت بره المرمى طالع بره القائم هناك كان ممكن يروح معاه اي يكمل هناك جول بقى بص لو عمل دوران كان يبقى بره المرمى طبعا فطبعا دي حراس كتير بيعملوا كده يروح ورا الكوره يروح مع اللاعب يقوم مكمل هناك انا عامل بلوك كويس قوي دي برضو واحده من ده الجول ده طبعا التمركز عواد ممتاز مش واقف على القائم قوي مش لازق في القائم والكره لما اتحطت بالعرض صعبه قوي عليه اتحطت لبره امشي كمان بسريعه جدا وبره الست بص صراحه صعبه قوي صراحه ما اقدرش الومه ابدا في الهدف الثاني يعني هايل انا متمركز كويس ولكن الكره طبعا اتحطت لبره شكلها صعب يعني صعبه قوي في اهداف ما يلامش عليها الحارس عشان دايما الناس بتفتكر هو واقف كويس قوي
لو الراجل ده لو شاط هيتعامل معاه كويس قوي. طب لو اتحطت بالعرض جوه السته برضه يقدر يتعامل معاه يعني. تمركزه ممتاز. انما بص بص امشي بقى يا جلال. بص 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 يا كابتن كريم ماشي. بص ماشي بعيد عنه قوي. سريع. صعب قوي. انت عارف انا كنت اقول لك دي شبه الكره الحلوه اللي انت كنت جايبها من شويه بس دي اسرع بكتير. لا لا لا, لا لو طب ليه بقى جلال تجيب لنا دي وتجيب لنا دي عشان نقول الفرق بينهم. بص هنا يا كابتن كريم الراجل لاعب الكروس باص من جوه ال 18 ما راحش على الخط هناك. العكس الكره الثانيه اللي احنا اتكلمنا عليها بتاعت عواد الراجل لما عمل الكروس باص عامله منين؟ قريب جدا من خط الكورنر خط المرمى. انما هنا طبعا عاملها من جوه 18 سريعه. لا وعاملها من جوه قوي. مش عاملها من جوه. انما الراجل لو طل لو وصل لحد خط الكورنر وعملها بالعرض كان الزاويه تتقفل يقدر عواد ياخدها بالعرض. طب التمركز كان سليم ولا كان ممكن عواد ياخد خطوه؟ لا ما يقدر ممكن يشوطها في الجول. ما انا ما اقدرش اطلع اكتر من كده. لو جبت لنا انما لا دي طبعا مش مشابهه قوي. لان الراجل هنا الزاويه مفتوحه يقدر يشوط. طب جهز لك الحاله الثانيه اللي انت بتقول عليها عشان نقارن بينهم اللي احنا يا ريت يجيبها لنا عشان نعمل الفرق بينهم يعني. امشي بقى هنا امشي كمان 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 اقف اقف. الراجل رافع منين هنا يا كابتن كريم؟ من بره قوي. من بره حاجه ثانيه. الراجل ده من المكان ده يجيب جول؟ لا يقدر يشوط في الجول؟ لا مستحيل. فانا خلاص انا واخد قرار واحد ان انا هروح اخد الكوره. مستحيل. فاول لا لعبه بره ال 18 بره ال 18 الراجل ده مستحيل يجيب جول. صح. عنده وقت بقى. امشي بقى كمان امشي امشي يا جلال. خلاص خد القرار وطلع قطع بشكل كويس قوي واخد قرار سريع جدا. الكره الثانيه بقى بتاع من جوه 18 وسريع من جوه 18 وعلى فكره زاويه الشوط. لا ارجع ثاني بقى عشان نشوفها كويس. هنشوفها اهي. هتلاقي الكره جوه 18 يعني عنده زاويه يقدر يشوط. بعد ما رقص بص اقف اقف هنا الراجل ده يقدر يعمل ايه؟ يشوط. يقدر يشوط بوش رجله. لو عواد اتحرك بدري ممكن تحط في الزاويه الضيقه على يمينه. صح. فطبعا تبقى في مشكله كبيره من عواد. صح. انما انا ما اقدر انا متمركز كويس جدا جدا يعني. متحطط بالعرض صعب قوي على عواد. ما اقدرش الوم عواد ابدا في الجول الثاني يعني. تمام نكمل الحالات. نروح للشناوي. الشناوي بشكل طبعا دي اول كره جت لي. ارجع تاني بقى يا جلال عشان نتكلم عليها. اقف اقف هنا. هنا الكره ملعوبه من مسافه بعيده واخده وقت. الشناوي موطي ليه كده يعني؟ الشناوي طبيعي الكره زي دي لازم اطلع اخدها. عشان لو انت متقدم شويه شناوي الجرايد ده مش هيشوط في الجول من هنا. مستحيل. اتحطت عاليه قوي وخدت وقت ودخلت على فكره على بوز الستة ياردة من هناك. امشي بقى كمان يا جلال امشي امشي. بص كل ده وقت كل ده وقت كل ده وقت. اقف هنا بقى. الكره دي لو اتلعبت بالعرض للراجل اللي مكمل هنا ممكن تعمل مشكله. صح. انما اتحطت فين؟ اتحطت في ايد الشناوي. طبعا الشناوي اتمركز كويس وخدها. انما انا شايف ان برضو ما تقعش كده يا شناوي. حتى لو انت اللي سايبها من ايدك ما تقعش برضو من ايدك كده. يعني لازم امسكها بشكل دي طبعا يعني. هو برضو يعني ما اقدرش يعني او ان دي بقى فيها مثلا خفيفه يعني مش لا لا بتحصل يعني. اقف هنا اقف هنا. هنا بقى الشناوي خد قرار بس الكره بعيده. الكره بعيده جدا. يلا طبعا قفل كمل. كويس قفل كويس وكره طلعت الناحيه الثانيه بره. حتى لعب نادي الزمالك ما لحقهاش لحقها في الـ في الـ في الاوت يعني. صعبه جدا بس شنو برضو ما يطلعش بعيده قوي صعبه. بس لما بعد ما طلع عدل نفسه ثاني ورجع على فين؟ حاسس انها بعيده. رجع على فين؟ على عند القايم. رجع لازم يرجع على القايم. انما كره صعبه يعني صعب انه يخرج لها يعني. تمام. هو متمركز كويس. بص واقف فين يا كابتن كريم؟ واقف بره بره واقف في نص السته. مفهوم. نشوف اللي بعده. هنا متمركز كويس قوي قوي قوي. اقف. هو ده اللي بكلم عليه يا كابتن. اقف ثانية. بص الشناوي واقف فين؟ اقف كده. هتبص هتلاقي تقريبا كده يعني واقف في نص المثلث يمكن مرحل سنه ناحيه الشمال. هتلاقي ازاي؟ بص خد بالك بقى. شوف من الخط اللي عامله جلال ده خط وهمي. هايل. بص المسافه بين الخط ناحيه الخط اللي جاي من القائم الشمال ورجله الشمال. اقرب بص المسافه قد ايه؟ صح. وبص القائم اليمين القائم اليمين الخط القائم اليمين ورجليه اليمين. بص المسافه قد ايه؟ هتلاقي الشناوي عامل ايه؟ مرحل شويه فين؟ ناحيه الشمال. صحيح. واضحه جدا المسافه اللي بين رجليه اليمين والخط القائم الايمن اوسع شويه من المسافه اللي بين رجليه الشمال. طيب لما الكره اتلعبت بقى اللي حصل؟ لما اتشاط ما هو هي جت في كمل 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 يا جلال. بص خدها طبعا. لو اتحطت جامده هنا في ناحيه اليمين هنا هتبقى ناحيه اليمين صعبه عليه شويه عشان الزاويه سنه مفتوحه مثلا بتاع اكتر من 20 سم زياده. المثلث بيبان اول حاجات دي. دي كره عاليه طبعا الشناوي بياخدها من اعلى نقطه وهو في الماتش يعني خد كام واحده بوكس بشكل كويس. انما برضو طلع في كام واحده غلط كام كورنر كده. هنا طبعا دي المفروض ما تقعش. لازم اخدها لازم يبقى في بوكس احسن من كده اقوى من كده وتروح بعيده.
ليه بقى؟ خد بالك هنا، هنا ممكن تعمل دي لو سقطت لعيب نادي الزمالك يبقى شناوي بره 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 المرمى، هتبقى خطر جدا. لو اللاعب نادي الزمالك في المكان ده كده سهل جدا يقدر يرفعها يحطها من فوق الشين. البوكس ده حلو، ده البوكس في اخر. ارجع تاني يا جلال، هنا بقى البوكس ده فيه قرار وفي اداء حركي وفي مهاره، واخدها تقريبا كده يعني قريب قوي من نقطه الجزاء او جوه شويه يعني. انما هنا عجبني الشناوي نتعامل معاه بشكل كويس قوي ونكمل معاها. طيب هل هنا كابتن طارق هنا بقى مذاكره من الشناوي للضربات الركنيه نادي الزمالك؟ الزمالك بيلعب ضربات ركنيه كده دايما وبيتفوق فيها نادي الزمالك. انا حسيت ان الشناوي كده ابطل كتير من الضربات الركنيه. ما انا كنت اقصد اقول لك ايه بالظبط كده، ابطل فعلا كتير من الضربات الركنيه. عشان كده حتى اللي اخطا فيهم انا حسيت ان هو دايما كان بيحاول يلعب على التوقع، انه انا هطلع واخد المخاطره مش هستنى في جولي في اكتر من كوره. دايما الكرات العرضيه يعني دي مثلا بعيده شويه صح؟ بعيده طبعا بس هو عنده قرار بالظبط، خد القرار المرمى ده يبقى عنده قرار وبعدين لما بيطلع برده بيطلع ياخد من اعلى نقطه اجريسيف قوي. طبعا طبعا خلاص. ما هو كده بص من هنا وفوق دماغه يعني الراجل بيحط دماغه، الشناوي هو مكمل بايديه اليمين صح، فواخد قراره لان حتى وبعدين بقى عليت راحت بعيد هتديله فرصه انه يعمل ايه، انه يقوم ويرجع تاني. هايل. انما هو في ضربات ركنيه كتير طلع فيها، في حاجات كان موفق فيها وخدها من اعلى نقطه، وفي حاجات طبعا عدته او كانت ممكن هو عشان قرر ياخد المخاطره في كل الكرات. لان خد بالك نادي الزمالك جاب اجوان كتير جدا من ضربات ثابته ركنيه في اخر الدوري بالذات من ضربات ركنيه. انا حسيت كده الشناوي خروجه الكتير في الركنيات هو عايز يبطل القصه من بدري حتى لو هياخد ريسك. بالظبط. دي كره يعني دي كره الشناوي برده زي ما قلت لك متمركز على القائم، ولما الكره طبعا اتلعب لتحت الشناوي عدل من تمركزه ولكن احمد زيزو حطها. طبعا لو دخلت يعني كان هيبقى هتبقى صعبه قوي بالسرعه والقوه دي يعني. انما طبعا الشناوي متمركز كويس بالسرعه كانت هتبقى صعبه جدا. دي طبعا كره بص اقف هنا بقى، بص الشناوي بيحاول يشوف الكوره، بيحاول يشوفها بس بوسطه ما بينقلش بجسمه عشان ما يفتحش زاويه. بص 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 مال بص ده انا جيت دي بالذات عشان الحته دي اللقطه دي هايله هايله. لان هنا انا دايما بقول لك عايز تشوف الكوره ميل بوسطك بس ما تروحش بجسمك كله، لان لو رحت بجسمك كله هتفتح زاويه على حساب زاويه. انما طبعا الكره اتحطت صعبه قوي يعني هي كانت كده لمسه العارضه من فوق، كره صعبه. الشناوي طبعا راح نقل وتعامل معاها بالعكسيه ولكن هي كانت ايه كانت سريعه جدا وصعبه يعني. حتى الكره دي لو جت جول كانت تبقى جول صعب قوي على الشناوي. نشوف بص راح فين يا كابتن كريم، والشناوي كمل معاها بس اعتقد ان هي برده لو تحت كانت تبقى صعبه على الشناوي قوي طبعا. هنا بقى لا خلينا بقى هنا بقى مهم قوي نتكلم على الفاول ده. اهم حاجه في الفاول ده عجبني في الشناوي، بص الشناوي تمركزه. انا عايز اشوف القائم الايسر كمان، يا ريت يعني امشي سنه كمان عشان نشوف القائم الايسر يا جلال. لا ماشي خلاص مش مشكله. هتلاقي الشناوي تمركزه ما ينفعش هنا ارحل بزياده فافتح الزاويه الايه اليمين ولا اجري قبل الكوره، انا اتحرك قبل الكوره فالراجل يحطها لي في زاويتي شمالي فتبقى عامله مشكله. ارجع تاني يا جلال، ارجع بس الكوره وهو لسه بيحط رجليه في الكوره. ايوه هنا مهم قوي بقى. بص وقفه الشناوي يا كابتن كريم لازم ابقى قريب من خط المرمى كده لازم ما تقدمش. لو عارف لو متقدم يارده واحده تعمل لي مشكله صحيح. لو موطي لو انا نازل بوسطي ونازل برجليا تعمل لي مشكله. الشناوي هنا لو انت خدت بالك اتحرك على رجله وطلع الكره وهو واقف. الشناوي ما عملش تراي. الشناوي طلعه وهو واقف وبعد كده وهو اللي وقع نفسه. كمل بقى يا جلال بص كده مكمل كمل. بص الشناوي عمل ايه، بص هو واقف هايل وهو كمل كمل كمل. جيب لنا بقى ايه الاعداد بتاعتها. بص وبعدين وقع انما هو مكمل على رجله واول حاجه صح انه واقف انه متمركز. بص اهو كمل كمل كملها كملها اهو. بص هو مكمل واقف على رجله وبعدين نزل وقع. بص دي هتبان جدا في التصوير ده اهو كمل على رجله اهو. بص نقل الخطوه خطوه تعقبيه وبعدين حط ايده فيها كويس، ايده اليمين حط كف ايده كله في ايده اليمين. بص هايل ممتاز ممتاز ممتاز. الكره دي كانت ممكن تبقى 1-1 كانت تعمل مشكله كبيره جدا للنادي الاهلي. ولو دخل كنا نقول برده الشناوي مش مسؤول. لا هتبقى صعبه صح صعبه جدا. انما ممكن تتصعب على يعني في حراس مرمى ممكن تتصعب عليهم صح. لو هو متقدم يارده او اتنين في جوان بقى بتقف بره خط المرمى بحوالي يارده او اتنين يارده وفاتح رجله بزياده قوي ونازل بايه ونازل بوسطه صحيح. فتبص تلاقيه وعامل تراي من مكانه فما يطولش الكوره، يبقى بعيد عن الكوره جدا مظبوط، فطبعا تعمل له مشكله. انما الشناوي هنا واقف فوق وقافل رجله وراح للكوره وهو واقف فوق وتعامل بايديه اليمين الاقرب للكوره طلعها وبعدين كده ايه. تدي الشناوي كام من 10 في المباراه دي؟ الشناوي يعني بالكره دي الكره اللقطه اللي هي صنعت الفرق مع النادي الاهلي دي انا ممكن اديله يعني ممكن 7 8 من 10 8 من 10 يعني ادم مديت كتير يبقى 8 من 10 ماشي نديله 8 من 10 عواد
عواد يعني بالهدف الاول اللي احنا اتكلمنا عليه ده يعني مهم قوي ان عواد كان لازم يبص يا كابتن كريم لازم المكان اللي انا فيه اعرف انا واقف فين. صحيح. كان بسرعه جدا كان لازم يسحب نفسه لورا يستشعر ان في المكان اللي واقف فيه ده هيبقى فيه صعوبه على على عليه في لو اتحطت زي ما اتحطت كده. فعواد يعني ممكن درجته ممكن ياخد 5 من 10. 5 من 10 ما ياخدش يعني في هدف والهدف ده صح ممكن اثر على النتيجه كلها هي. ممكن يعني بص زي ما بقول لك المباراه بتبقى ماشيه اهلي وزمالك اللي بيسجل الاول دايما بياخد المبادره وبيبقى دايما عنده الثقه وبينقل وبيبقى دايما هو يعني ليدنج في المباراه. فالهدف ده طبعا اثر على النتيجه واثر على نادي الزمالك. ف يعني 5 من 10 بالنسبه لعواد يعني معقوله جدا يعني بالتاكيد. لسه مكملين مع الكابتن الكبير كابتن طارق سليمان مدرب حراس مرمى نادي انكول العرب ومحللنا لحراس المرمى. بعد الفاصل نواصل ان شاء الله. يا رب حضراتكم مره اخرى لسه مشرفني ومنورني الكابتن الكبير كابتن طارق سليمان. قبل ما نخلص كلام على السوبر سوبر الاهلي والزمالك كنت بتقولي في الفاصل على انه الملعب دوت الاهلي كسب عليه اكتر من مباراه. احنا لحد امبارح قبل مباراه امبارح 4 مباريات اتنين سوبر زمالك زي ما قلت لحضرتك في بدايه البرنامج وطبعا المصري كان وليد ازارو 1-0 طبعا. وبعدين كمان بقى ماتشين تقال قوي 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 هم طبعا وديين بس الماتشين يعني مع فرق كبيره يعني طبعا. روما الايطالي احنا لعبناهم في نفس الملعب استاد هزاع بن زايد كسبنا 4-3 كان محمد صلاح طبعا بيلعب مع روما وكان لسه بقى يعني وجاب جول في الماتش ده وجاب جول في المباراه ديت المباراه دي يعني فاكر يعني انا مش متاكد قوي اللي جاب الاهداف انما كان في موقف انا ما بنساهوش ابدا. وليد سليمان خرج في اخر المباراه المباراه ديت واسباليتي من هو خارج من الملعب هو يعني مركز معاه جدا لحد ما خرج بره الملعب راح له ناداله وسلم عليه بيشيد بيه جدا معجب بيه جدا وليد سليمان هو لك احسن لعيب في الفرقه سباليتي. سباليتي ده طبعا افكر الناس سباليتي مدرب روما وقت محمد صلاح والان هو عامل نتائج خرافيه مع نابولي في دوري ابطال اوروبا في الدوري الايطالي وليد مدرب كبير الراجل عايزك في روما بقى كمان اصلا كان وليد طبعا وليد سنه يعني وقتها طبعًا كان سنه برده مش صغير يعني انما وليد كان عامل مباراه كبيره قوي احنا كمان كنا المباراه كانت حلوه قوي انا فاكر ان مؤمن زكريا تقريبا جاب جول في المباراه دي يعني هو دلوقتي لو كان سباليتي طلب وليد سليمان يسيب الاهلي كنا هيوقفه شاف برضه مباراة تانية كسبناها اياكس كان مباراة كبيرة برضه كسبناها 1-0 كان في اعتزال حسام غالي صحيح وكان اياكس بيلعب بكامل نجومه يعني كان مزبوط. وقتها طبعا اونانا هو حارس مرمى اونانا الحارس الرائع حارس الانتر دلوقتي وكان موجود بقى المدير الرياضي هناك احنا حتى قابلناه وقابلته انا يعني في الفندق كنا قاعدين مع بعض في نفس الفندق كان فاندر سار طبعا صار يعني حارس التاريخ يعني المانشستر يونايتد يعني طبعا انت بالنسبة لك برضه كان حاجة عظيمة شخصيا انت بقول لك ايه انا شريف اكرامي في في الفندق بيبص له وبيرفع يعني شريف اكرامي ما شاء الله يعني طويل 193 بيبص له بيرفع شريف اللي بيرفع كده عشان فاندر سار طويل جدا فاندر سار ما شاء الله يعني طبعا فاحنا كنا طبعا يعني طبعا كان جول عالمي طبعا كبير جدا حارس كبير حارس منتخب هولندا ومانشستر يونايتد السيد هزاع ده 4 مباريات للنادي الاهلي امبارح بقوا 5 مباريات للنادي الاهلي هايل الاهلي بيكسب فطبعا ده يعني وش خير على وش خير على النادي الاهلي وش خير على النادي الاهلي. ايه رايك نخطف بسرعه مباريات اليوم في الدوري تقييمك لحراس المرمى النهارده؟ النهارده كان بيلعب كان في ماتشين النهارده كان في اسوان وغزل الساعه 3 المحله واسوان انتهى طبعا بفوز المحله 1-0 في اخر ويمكن انا بصراحه يعني موضوع ان كابتن ربيع يمشي بعد 3 مباريات ما اعرفش طبعا الكواليس والتفاصيل الصغيره انما اتقال ان هو قدم استقالته هو اللي طلب فيعني كابتن مدير فني يعني كابتن كريم مدير فني بقاله شهرين هو اكتر من شهرين شغال مع فريق صح وكون فرقه وجاب لعيبه والراجل اللي معاه كمان الكابتن هيثم عرابي يعني كل اللي انت عملته ده وكل التعب اللي فتره الاعداد الكبيره واكتر من 15 مباراه وديه ومعسكرات ولاعيبه بتجيبها ولاعيبه اجنبيه وانت بتختارها ولاعيبه بتختارها وبعدين في 3 مباريات كل ده يتهد ايوه القصه كبيره جدا والله انا بتكلم بجد أيوة مش عشان كابتن ربيع لا ما انا قلت كده بشكل عام انا هجنن يا جماعه انا ما ببقاش مصدق ان في مدرب يعني انت عامل فتره اعداد طب انت كنت جايبه ليه اصلا صح انت جايبه مش مقتنع بيه ايوه مش واثق طبعا اتقال ان كابتن ربيع اللي قدم استقالته حتى لو قدم استقالته ممكن تتمسك بيه طبعا اتمسك بيه طبعا انا يعني انا بص يعني خلاص يعني انما ازاي يا جماعه
بعد ثلاث مباريات على فكره الاداء زي ما انت كنت بتتكلم يا كابتن كريم الفرقه يعني الفرقه ماسكه نفسها ايوه فرقه بتلعب كوره ما شفتش مثلا كواليس فنيه ايوه بالظبط انت وبرده انت خسرت من النادي الاهلي يعني النادي الاهلي كان طلع النادي الاهلي بره بره بالظبط انت بتتكلم في مباراه النهارده صح والمباراه لحد الاخر خلاص المباراه بتخلص 0-0 مباراه برده الاتحاد صح. ممكن تخلص 0-0 صحيح فتيجي بعد كل ده الراجل يمشي صعبه جدا يعني غلط. لسه مكملين مع الكابتن طارق سليمان بعد هذا الفاصل نواصل ان شاء الله مباشره كده مباراه غزل المحله واسوان اسوان وغزل المحله نشوف الهدف اللي سجل اليوم لاحمد الشيخ من غزل المحله وتقيم الهدف طبعا كان من ضربه ركنيه لعبت يا ريت هيتعرض حالا بس الهدف طبعا من ضربه ركنيه طبعا كان وقف طبعا في مشكله هنا طبعا في الهدف صعبت على عمرو حسام ارجع بقى تاني كده بعد اذنك يا جلال عشان بس ايوه امشي امشي هنا الكروس ملعوب صعب قوي هنا اللي صعبت على عمرو حسام لما عمل البند في دماغ لعيب احد لعيبه المحله فعليت يعني عمرو حسام طبعا لما الراجل رفعها على القائم الاولاني او بره القائم الاولاني عمرو عمل ضم شويه وناحيه القائم وده طبيعي جدا جدا انه يضم شويه ناحيه القائم انما المشكله طبعا اللي عمل البند في دماغ الراجل وعليت قوي وراحت على القائم البعيد ما كانش ينفع كانت هتبقى صعب عليه شويه ما كانش ينفع يعملها ولا يعمل البند كده يعني هي دي لا هتبقى هو لانه عمل هو ضم شويه هناك كان ممكن طبعا بس هي في صعوبه لان الكروس ملعوب جامد جدا وعمل البند في دماغه وعليت قوي فطبعا هو حاول يعمل بلوك على الكوره ولكن عدت طبعا عدت من مكان صغير قوي فطبعا اتصعبت على عمرو لما عملت البند ما يتحملش مسؤوليته لا ما يعني ما اقدرش احمل يعني هنا البند ده هو اللي خلاها بقت صعبه قوي على عمرو صراحه طيب. نشوف مباراه المصري طبعا كان محمود البلغوطي الانبي وكان محمود جاد هنا برضو الهدف صعب هدف صعب الراجل اللي حط الكوره الشيخ احمد الشيخ حطها تحت مش عاليه ما اقدرش اطلع اخدها منين صعب جدا ان انا كان البلغوطي يطلع ياخدها الراجل اتزحلق مروان حمدي اتزحلق وحطها طبعا على شمال البلغوطي فانا شايف ان الهدف صعب اللي بعده ميدان صعب جدا على البلغوطي يعني وده طبعا الهدف الثاني تقريبا ولا ده الاولاني بتاع احمد الشيخ ده هو احمد الشيخ ده لسه الهدف الاول بص يا كابتن ما اقدرش اطلع اخدها امشي 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 لا صعب طبعا بعد ما اتحطت ممكن تبقى هي راحه ممكن تبقى راحه ضعيفه انما برضو ما اقدرش الوم ابدا البلعوط يعني صعب لا جدا. هو الاكشن كمان بتاع مروان حمدي مش متوقع يعني طبعا اتزحلق عليها وعنده رغبه عنده كده كحارس انه هو مش هيلحقها ما اقدرش اخدها قبل مروان صح. صعب قوي اخدها قبل مروان الكره مش عاليه صح وبعدين في زحمه فمروان طبعا اتزحلق فيها صعوبه جدا جدا على طيب نشوف الهدف الثاني بص يا كابتن صعبه جدا الهدف الثاني طبعا الراجل راح انفراد وداخل بالكوره وحطها صاروخ جوه ال 18 كده يعني صعبه قوي بس هو كان متمركز صح جد يعني كان مراحل شويه ناحيه الشمال يعني لو رجعت تاني هتلاقي في ترجيل شويه ناحيه بس انا برضه هو مراحل بص الراجل مشي بيها بص داخل امشي امشي كمان 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 بص هو بيشوط هنا هو حامل شويه على رجليه الشمال انما انا ما اقدرش برضه المسافه بص يا كابتن هتلاقي كده المسافه تقريبا 8 يارد وقويه جدا يعني هو قفل كويس قوي ولازم ابقى قافل كده شو خليه بقى خلي كره طبيعيه ما لحقش صعبه قوي صعبه جدا ما اقدرش الوم ابدا البلغوطي على هدفين بصراحه يعني حلو قوي الكره ما تولتش من رجله يعني الراجل مكمل بيها وماشي بيها وبعدين حط وش رجله فراح صعب قوي على البلغوطي